بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مساء الخير عليكم في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بالتأكيد النهاردة عندنا فيها تفاصيل كثيرة جدا فيما هو متعلق باستعدادات فريق النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام خلال الفترة القادمة، والمباراة المرتقبة بإذن الله يوم الجمعة القادم أمام نادي بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 6 من مساء يوم الجمعة القادم، وأيضا بدء المشوار الإفريقي خلاص خلال الأيام القليلة القادمة بعد تحديد شكل وفرق المجموعات الإفريقية من خلال قرعة دور الأبطال التي أجريت في يوم الجمعة الماضي هنا في القاهرة لتحديد شكل بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة، وبالتالي العجلة بتدور بشكل سريع جدا ما بين مباريات محلية وشكل الدوري العام بتتحدد ملامحه خلال الفترة القادمة مع المباريات الأفريقية للنادي الأهلي أيضا كمان خلال الفترة القادمة، ومباريات سريعة جدا، مباراة يوم 12 يناير أمام فيتا كلوب هنا في القاهرة، ثم بعدها بأسبوع في الجزائر أمام شبيبة الثورة الجزائري، فبالتأكيد مباريات مهمة جدا وحاسمة في التوقيت الحالي. أيضا كمان مشاهدينا الكرام، يمكن خلال الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة الكل بالتأكيد بيتابع بشكل مكثف تدريبات فريق النادي الأهلي في ظل بعد تولي المسؤولية والقيادة الفنية للمدير الفني الأوروغوياني لاسارتي قيادة تدريب فريق النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، وتوليه المسؤولية رسميا بدءا من مباراة بيراميدز بإذن الله يوم الجمعة القادم. بالتأكيد خلال التوقيت الحالي الكل بيتابع عن كسب مباريات فريق النادي الأهلي وتدريبات فريق النادي الأهلي، أيضا كمان ملف الانتقالات الشتوية، الصفقات الجديدة فترة يناير الجارية، الميركاتو الشتوي، الكل بالتأكيد بيتابع. إذا هناك أحداث رياضية عديدة خلال الفترة الحالية بؤرة الاهتمام تتعلق بمباريات أفريقية، مباريات محلية مع وجود جهاز فني جديد بقيادة لاسارتي، مع انتقالات وصفقات خلال الفترة الحالية، لكن الأهم في التوقيت الحالي وجود جمهور النادي الأهلي خلف الفريق ودعم الفريق بالمرحلة القادمة بالتعديلات القادمة، لأن موسم بالتأكيد فيه ضغوطات كثيرة جدا سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي. النهارده في حلقتنا عندنا كمان ضيوف مهمين جدا، للفقره الاولى هيكون معانا الكابتن علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب، والفقره الثانيه هيكون فيها الكابتن ابو المجد مصطفى، والفقره الاخيره مع الكابتن امير عبد الحميد. النهارده كمان بيشاركني في تقديم الحلقه زميلي عمر ربيع ياسين، واللي بالتاكيد هيكون معاه ضيوف مهمين ايضا كابتن ابو المجد مصطفى والكابتن امير عبد الحميد. طبعا الكل بيتابع زي ما قلنا في بدايه البرنامج تدريبات فريق النادي الاهلي. الأهلي بيختتم تدريباته خلال خلاص الساعات القادمة، غدا إن شاء الله يوم الخميس التدريب الأساسي والرئيسي لفريق النادي الأهلي، ومن ثم يدخل الفريق إلى معسكر مغلق إن شاء الله استعدادا لهذه المباراة الهامة بإذن الله يوم الجمعة القادم. 3 نقاط مهمة جدا، أي مباراة في الفترة القادمة في الدوري العام هتكون مباريات كؤوس. طيب للمزيد من التفاصيل وقبل يعني عرض كل الأخبار اللي معايا المتعلقة بتدريب فريق النادي الأهلي، هيكون معايا على تليفوننا زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي. كريم، بالتأكيد خلال الفترة الحالية وأنا ببدأ كلامي إن في اهتمام كبير جدا بمتابعة تدريبات فريق النادي الأهلي من خلال قيادة فنية جديدة لاسارتي كمدير فني لفريق النادي الأهلي. يعني النهارده تدريب الصباحي ايه اللي شفته في مران فريق النادي الاهلي؟ لاسارتي كمان هل بيهتم بالجزء التكتيكي والجانب الفني في التوقيت الحالي ولا بيركز على الجوانب البدنيه؟ ابرز ملامح التدريب الصباحي ويعتبر التدريب الاساسي والرئيسي قبل الدخول في معسكر مغلق غدا باذن الله استعدادا لهذه المباراه الهامه. يمكن بناكد طبعا زميلي محمد استعدادات مكثفه وتدريبات فيها جديه وحماس كبير جدا للاعبي النادي الاهلي وتركيز ايضا كمان من مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، لكن على كلامك محمد يمكن هو بيركز بشكل كبير جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه او خلال التدريبات الماضيه على الجانب الخططي مع الجانب البدني، لكن شغل الكوره باين كتير جدا، بيحاول ان هو يحفظ لعيبه النادي الاهلي الجمل التكتيكيه اللي بيرغب ان هو يكون في تنفيذها في مباراة بيراميدز القادمة، مباراة غاية الأهمية خلال الأيام اللي فاتت والتدريبات اللي فاتت بشكل مختلف بنسبة كبيرة جدا للتدريبات. الراجل النهارده وامبارح كمان كان مركز على كيفية إنهاء الهجمة بشكل مميز وبأقل عدد من الباصات إلى المرمى، ركز بشكل كبير جدا على خط الوسط والمدافعين، التمركزات محمد بيأكد عليها أكثر من مرة، كل تدريب بيكون في اكثر من فقره تدريبيه بالكره. النهارده يمكن في بعض التسديدات على المرمى، بعض الكروسات نقدر نقول تقسيمه في نهايه المران لكن مش تقسيمه، يمكن هو كان جزء خططي وجزء تكتيكي. النهارده يمكن 25 دقيقه مستر مارتن لاسارتي بيحاول ان هو يوزع لعيبه النادي الاهلي للجمل التكتيكيه الوفود
يكون الاهلي بيطبقها في مباراه بيراميدز، مشاهدته لمباريات الفيديو وايضا متابعه اللاعبين لمحاضرات الفيديو خلال ال 48 ساعه الماضيه. عندهم ثغرات كثيره نادي بيراميدز اتكلم عليها مستر لاسارتي مع كابتن محمد يوسف، وايضا عندهم بعض النقاط الايجابيه اكد عليها طبعا في خط الظهر. يمكن كمان محمد امبارح والنهارده التشكيل نقدر نقول ان هو ظاهر، لكن نظرا لاهميه المباراه ونظرا طبعا ليه ان فريق بيراميدز هو في المرتبه الثانيه وكل الفرق اللي في الادوار الاولى تكون يمكن مباراتهم بتكون مهمه جدا مع فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي مباراته تكون بست نقاط ان شاء الله في حال تحقيق الفوز، وده اللي اكيد بنعمله اكيد كلنا كجمهور للنادي الاهلي. النهارده تدريب بس صباح محمد النهارده كانت الساعه العاشرة، لكن قبل انطلاق المران كان في محاضره مهمه جدا لمستر مارتي الكابتن محمد يوسف، حديث عن اهميه هذه المباراه، الحديث عن مواصله الانتقالات شهر واحد هيكون في عدد كبير جدا من المباريات محمد وتصدر في الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه، فاكيد انطلاقه باذن الله لمستر مارتن اول مباراه رسميه يتولاها فنيا بشكل رسمي مع فريق النادي الاهلي باذن الله يكون انتصار اداء ونتيجه. وكمان محمد كان في تحذير كبير النهارده من الكابتن محمد يوسف ومستر مارتن على عدم الاحتكاك بنقد حسام عاشور بنقد محمد شهيد، بس معانا في حماس شديد جدا وفي تركيز كبير وفي جديه وكبت على الجديه في مكمله محمد، لان واضح جدا ان لعيبه النادي الاهلي كل لعيب عايز يكون له دور في هذه المباراه وفي الفتره القادمه كمان، لكن حماسه كبير اللعيبه بيكون في التحامات واحتكاكات كبيره جدا اكد عليها اكثر من مره الكابتن محمد يوسف، هدوء في الدخول على الكره لكن بشكل عام في حاله معنويه، الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي في تطور مستمر وفي ارتفاع مستمر خلال ال 48 ساعه الماضيه. غدا محمد كمان هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الهامه والمرتقبه في بدايه الساعه الرابعه عصرا، الامور يا محمد كلها ان شاء الله متابعينها لفريق النادي الاهلي. وانا معاك يا محمد لو في استفسار. هل يا كريم بترصد جلسات خاصه ما بين لاسارتي مع عدد من اللاعبين عقب نهايه التدريب او اثناء التدريب؟ يعني خلال الساعات القليله الماضيه كلنا يعني في عدد من الاخبار طلعت ان كان في اجتماع للاسارتي مع مؤمن زكريا، انفرد بالحديث مع محمد الشناوي، هل بترصد اثناء متابعتك للتدريبات جلسات مثل هذه على مدار التدريب او بعد التدريب مباشره؟ بالتاكيد يا محمد، هو احنا مستر مارتن هو بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا، الشناوي كان له جلسه مطوله كمان معاه رمضان صبحي اللي خلال ال 48 ساعه الماضيه، جلسات مستمره سواء قبل المران او بعد المران، واضح ان في تدريب كبير جدا لرمضان خلال الفتره الماضيه. جيرالدو ارض النهارده كمان كان في جلسه مع مستر مارتن، بيحاول ان هو كل لعيب بيحاول ان هو يقف معاه من 5 ل 10 دقائق او ممكن اطول من كده كمان، في بعض الجوانب النفسيه اللي فقدنا بعض لاعبين النادي الاهلي، وهو كمان عنده دراسه مهمه جدا ان هو بيعرف يشتغل مع انهي لعيب على انهي جانب وبيقدر يتكلم مع اللعيبه. واضح جدا محمد عنده شخصيه كبيره، بينفعل في الملعب بس بينفعل على الكوره وبينفعل على التوجيهات وبينفعل لزياده حماس الفريق النادي الاهلي. لا واضح ان هو ممكن الجانب النفسي اللي انت بقاله اكثر من مره، جلسات مستمره، والكابتن سيد عبد الحفيظ بجانب مستر مارتن اكيد بيبقى ليه جلسات خاصه مع لعيبه النادي الاهلي. المرحله اللي جايه مهمه جدا محمد زي ما انت عارف، مليئه بالمباريات مليئه بالتحديات، يعني زي ما اكد كابتن يوسف اخر مره مش هينفع ان احنا ندي هدايا لاي فرقه تنمي على النقاط، لكن واضح ان في مستوى الجهاز الفني والاستقرار الفني اللي في النادي الاهلي بتاعت استثمار الافريقي هيعود بشكل كبير جدا بشكل ايجابي كمان على فريق النادي الاهلي، واكيد ان شاء الله تكون مباراه بيراميدز هي الانطلاقه الاولى للجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي للحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. زي محمد كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار من خلال متابعتك لتدريبات فريق النادي الاهلي اليوميه استعدادا للمرحله القادمه، مش هقول استعدادا لبيراميدز فقط لان خلاص العجل هتدور خلال الفتره القادمه كل 72 ساعه مباراه، حتى يعني جدول الدوري العام خلال الفتره القادمه ممكن تحدث فيه تعديلات لتسكين مباراه انبي كمان في وسط المباريات بعد الاتحاد الافريقي ما حدد خلاص بشكل رسمي مباريات الاهلي في الجوله الاولى والجوله الثانيه يوم 12 يناير باذن الله مع فيتا هنا في القاهره، ومباراه باذن الله يوم 19 في الجزائر مع شبيبه الثوره الجزائري. طبعا الكل مهم جدا يتكلم في التوقيت الحالي على فريق النادي الاهلي وفي صفقات جديده، محمد محمود وحيد، جيرالدو، اللاعب الانجولي، ايضا كمان صالح جمعه، في عمرو جمال، عمرو بركات، هناك لاعبين كانوا مقيدين على قائمه الانتظار، رمضان صبحي عائد بالتاكيد فتره اعاره خلال الفتره القادمه، فبالتالي الكل ممكن يتنبأ على التشكيل او الاختيارات الفنيه خلال الفتره القادمه. الشيء المؤكد ومن خلال معلومات اكيد عايز اكد عليها
مارتن لاسارتي من خلال متابعته للتدريبات وقيادته للتدريبات الفنية، مفيش قرار هيتاخد في لعيب سواء يقيد أفريقيا أو يقيد محليا في الفترة القادمة أو الاعتماد عليه حتى في مباراة بيراميدز القادمة إلا من خلال رؤيته الفنية لكل اللاعبين. الراجل بنفسه بيحاول يشوف قدر الإمكان في الوقت المتاح ليه كل اللاعبين الموجودين معاه، عشان لما ياخد قرار في إعارة لاعب أو في قيد لاعب خلال الفترة القادمة يكون بناء على رؤية فنية كاملة من الجهاز الفني ومن خلال المدير الفني لاسارتي. وكل الأخبار التي تتردد خلال الساعات الحالية بخصوص رحيل لاعبين بشكل نهائي خلال الفترة القادمة، كل هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة. النادي الأهلي حتى هذه اللحظات لم يعلن بشكل رسمي عن اللاعبين الراحلين أو الإعارات بشكل رسمي خلال الفترة القادمة. أيضا كمان الشيء المؤكد، الكل بيتنبأ عن صفقات قد تنضم أو صفقات انضمت بالفعل الأهلي خلال الفترة الأخيرة هتكون متواجدة في مباراة بيراميدز. يا جماعة القصة متوقفة على البطاقة الدولية، هناك عدد من اللاعبين انضم للأهلي بالفعل خلاص في انتقالات يناير ومتواجدين في التدريبات بشكل يومي، لكن بعضهم حتى هذه اللحظة لسه البطاقة الدولية مش اتسجلت على السيستم بشكل رسمي. فبالتالي إذا يوم مباراة يوم الجمعة بإذن الله ما موضوع البطاقة الدولية ما تمش انتهائه بالنسبة لكل اللاعبين، بالتأكيد هيكون الجهاز الفني مش هياخد فيه قرار في مسألة دفع بلاعب لسه بطاقته ما مش موجودة أو مش متسجلة على السيستم المتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم. فبالتالي كل هذه الأخبار والشائعات كلها عبارة عن توقعات للبعض اللي بيتابع التدريب بيشوف مين موجود في التشكيله الاساسيه، بيتنبأ ان ممكن رمضان صبحي يبدا، صالح جمعه يكون موجود. الفكره تتوقف على اختيار لاسارتي للاعبين خلال الفتره القادمه من خلال رؤيه فنيه ومن خلال كمان رؤيته للتقارير اللي شافها على عدد من اللاعبين اللي انضموا او حتى الموجودين في الفتره الاخيره، وحتى متابعته لعدد المباريات الكثيره جدا اللي شافها على النادي الاهلي سواء لما كان موجود في فتره الاجازه او حتى لما رجع وكان حاضر بشكل شخصي في مباراه الداخليه. طيب كريم ادانا كل التفاصيل اللي ادهلنا على مباراة الأهلي والبيراميدز خلال الفترة القادمة، واتكلم على كل الشيء المتعلق بالانتدابات والتوقعات الفترة القادمة بإذن الله بالنسبة لمشوار النادي الأهلي المحلي والإفريقي. طيب قطاع الناشئين عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم، مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة ذات طابع خاص وبالتأكيد الكابتن عادل عبد الرحمن بيولي بيها أهمية كبيرة جدا، لكن فوجئنا النهاردة صباحا إن كان في طلب من نادي الزمالك لاتحاد كرة القدم بتأجيل هذه المباراة نظرا لأن فريق نادي الزمالك عنده مباراة مع الاتحاد السكندري في نفس اليوم. طيب تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع وإزاي النادي الأهلي هيتعامل مع هذا الموضوع خلال الفترة القادمة بعد هذا القرار بتأجيل مباراة القمة في فريق الشباب مواليد 97، بينضم لي على التليفون الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 97. كابتن عادل مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، ازيك يا محمد، اخبارك؟ اهلا بيك ويا رب تكون بخير. الله يكرمك، الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه وسلامه دايما يا رب. الله يخليك. اولا رايك في التاجيل، يعني مباراه الاهلي والزمالك كانت مباراه الكل بالتاكيد بينتظرها، مباراه على مستوى فريق الشباب كانت في السابق بتتلعب قبل مباريات الدوري العام حتى في المباريات لما بيبقى الجمهور حاضر عشان بيبقى كرنفال للاعيبه الشباب او اللاعيبه الصغيرين ان يكون الفرصه الكل يتفرج عليها، لكن مباراة هتتلعب في ميت عوبة اتأجلت بطلب من نادي الزمالك، ايه الأسباب يا كابتن عادل أو شايف التأجيل ده ازاي؟ شوف هو احنا فوجئنا النهارده، احنا طبعا بنحضر الفرقة ومحضرين نفسنا على إن احنا نلعب المباراة يوم السبت كالعادة، يعني مباراة زي أي مباريات الدوري، ولكن مباراة الزمالك وأهلي بتبقى قمة، ولكن فوجئنا إن اتحاد الكرة بعت لنا لجنة المسابقات للشباب بعت لنا جواب تأجيل للمباراة للأجل غير مسمى علشان نادي الزمالك عنده مباراة في نفس اليوم مع فرقة الاتحاد، وفوجئت ان هو سبب القرار ان كان في لعيب عندهم ستة مصابين علشان كده مش يقدروا يعملوا المباراة. احنا خدنا طبعا كنادي، احنا نادي صباح في كل حاجة، واحنا نادي المفترض ان احنا كبار في كل حاجة، فاخدنا الموضوع ان هم اللي بيديروا العمليه بتاعت المباراه الدوري، وبالتالي احنا اتصرفنا على هذا الاساس انه خلاص المباراه اتأجلت. ولكن السبب يعني انا افتكر ان السبب مش كافي ان احنا نأجل مباراه القمه، لان احنا المفترض ان احنا كمان عندنا يمكن نادي الزمالك عنده ستة لعيبه متصاعدين على حسب مكانتي والنادي الزمالك، ولكن احنا عندنا ثمان لعيبه مصعدين اصلا ما بيجروش معانا غير ثمان لعيبه كمان اعراب، فعندنا 16 لاعب نلعب الدوري عادي، ولان احنا هدفنا لينا هدف اسمى ان احنا بنصعد لعيبه للفريق الاول وان احنا بنحضر لعيبه الفريق الاول
علشان كده احنا بقول يعني كان السبب مش كافي على ان تاجيل المباراه، ولكن الظروف جت وافقنا على ان التاجيل، لان هم الاتحاد المسابقه هو اللي بيحدد المباراه. احنا بنتعامل في قيمه النادي الاهلي ان احنا في اي وقت جاهزين وفي اي وقت ممكن نلعب اي مباراه، حتى لو عندنا ظروف، رغم ان احنا عندنا ظروف اصعب. هم لو عندهم 6 لعيبه احنا 16 لاعب مش موجودين مع الفريق الاول، لكن الهدف بتاعنا وان احنا بنعمل لاعبين للفريق الاول وليس بنعمل للبطوله بس. يعني هل كابتن عادل شايف من وجهه نظرك انك في هذه المباريات انت ممكن تستعين بثلاث لاعبين من الفريق الاول؟ هل ممكن عشان عندهم مباراه مع نادي الاتحاد فشايف ان هيبقى في صعوبه ان يختار لعيبه من الفريق الاول تكون موجوده تدعمه في مباراه القمه، خاصه ان احنا شايفين في فارق في المستوى وفارق في النقاط؟ الاهلي متصدر باكثر من 22 نقطه فارق عن نادي الزمالك في ترتيب جدول مواليد 97. ما هو الاهداف عندنا غير اهداف نادي الزمالك. يمكن اهدافنا انا يمكن ما بنزليش كتير اللعيبه بتاعت الفريق الاول، بالعكس انا بنزل لعيبه الفريق الاول لتجهيزهم فقط، ما تخصش على النتيجه، وهم كانوا بصوا على النتيجه وعلى ان المباراه بتاعت النادي الاهلي ان احنا فعلا في فرق في بعض، ولكن افتكر ان الهدف مش صح بالنسبه، وافتكر ان هم تاجيلهم للمباراه خوفا من ادائنا او خوفا من جاهزيتنا احنا، او بالمعنى الاصح ان احنا عندنا لاعبين الفترة دي افضل. لكن اللي انا عايز اقوله ان معظم اللعيبه اللي بيلعبوا معايا مش 97 اصلا، ولا احيانا كتير قوي، يعني انا لاعب 16 مباراه، اللي نزلوا معايا حوالي 3 مباريات او مباراتين بس نزلوا لعيبه، و14 مباراه خدناها زي عايز اقول لك منتخب بالنسبه لنا، المنتخب اللي هو من قطاع الناشئين كله، بيلعب معايا لعيبه 2001 وبيلعب معايا لعيبه 2000 وبيلعب معايا لعيبه 99 وبيلعب معايا لعيبه 98، يعني مش المهم العدد اللاعبين قد ما هو اللعيبه الكبار، قد ما انا بشتغل افيد اللعيبه الاصغر عشان احنا بنعمل فريق امل للنادي الاهلي. ولكن الامر انا شايف انه التأثير، حتى كمان كنا كان المباراه لازم تتلعب خارج الناديين، لانها طول الوقت بتتلعب خارج الناديين، لان لو نزلوا لعيبه كبار او نزلنا احنا لعيبه كبار ممكن افتكر انه ما يصحش ان احنا الاثنين نلعب في نادينا، لان الناديين واكيد في مباراه قويه، فكان الافضل يتلعبوا المباراتين في ارض المقايضه. حتى دي احنا وافقنا فيها لما لقينا الاتحاد هو قال انه هنلعب في نادي الزمالك وبعدين نلعب الماتش الاخير عندنا في النادي الاهلي، احنا ما بنعترضش على حاجه، لان احنا عندنا اهدافنا خاصه بينا احنا، ان احنا نصنع فرق قويه، فرقه كبيره للنادي الاهلي، ده اللي كان في دماغنا وده اللي احنا شغالين عليه. اخيرا كابتن عادل، ملف الاعارات، يعني في عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني في طلب كبير جدا على عدد من لاعبي النادي الاهلي، تحديدا العنصر الشباب اللي موجودين معاك في مواليد 97 واللي بيتدربوا حتى مع الفريق الاول. هناك عدد من اللاعبين، يعني هل فعلا في بعضهم هيتم اعارتهم خلال الفتره القادمه، ولا الملف ده شايفه ازاي كابتن عادل؟ شوف، هو الملف ده خاص، احنا فرقتنا خاصه بالفريق الاول، احنا جزء لا يتجزا من الفريق الاول للنادي الاهلي، والاستراتيجيه بتاعتنا بتشتغل. يمكن انا عندي قبل اول السنه كان عندي 8 لاعبين اعاره، فطلعوا الثمان لعيبه علشان اللي استفاد منهم بعدين لما نشوفهم كويس واحتكوا بسرعه اكبر في انديتهم وبيشتغلوا في انديه بيلعبوا في الدوري الممتاز. فاي لاعب باستراتيجيه الفريق الاول بتنص ان هو يطلع اعاره، يمكن اخر لسه مش عارف اتصرف فيهم ولا لا، في لعيبه من مواليد 98 عندي او 97 طالعين اعاره، وبس في الايام الجايه في استراتيجيه الفريق الاول. وزي ما انا اتكلمت معاك، احنا فرقه الشباب فرقه بتمثل الفريق الاول في كل حاجه، ويمكن التنسيق كان الكابتن محمود الخطيب دايما بينسق معانا، وفي الفتره الحاليه الكابتن ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ بينسق معانا، فهنشوف الايام الجايه هنطلع لعيبه اعارات ولا في لعيبه فعلا تم اعارتهم غير الثمانيه اللي اعرناهم قبل كده، ودي اهدافنا اللي احنا بنشتغل عليها. كابتن عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب مواليد 97 بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب خلال الفتره القادمه.
شكرا جزيلا كابتن عادل. يعني اتكلم معنا في تفاصيل مهمه جدا فيما يتعلق بتاجيل مباراه القمه في الشباب مواليد 97 وملف الاعارات، لان تحديدا مساله يعني فريق الشباب مواليد 97 مع الفريق الاول في استراتيجيه بتتعمل من خلال الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره الاخيره مع قطاع كره القدم، ان يكون حلقه الوصل مباشره ما بين الفريق الاول وفريق 97 في مساله اعاره عدد من اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات خلال الفتره القادمه، وجود عدد من الناشئين في التدريب مع الفريق الاول، ايضا كمان جهاز الفريق الاول بيتابع مباريات مواليد 97، فبالتالي جزء مهم جدا وانت بتدعم انك تبص ايضا كمان على قطاع الناشئين وعلى فريق الشباب اللي هو اقرب فريق دايما للدرجه الاولى والفريق الأول. عموما دي كانت أخبارنا النهاردة ومتابعتنا للمباريات في الفترة القادمة، وأيضا كمان استعداد النادي الأهلي إن شاء الله لمباراة يوم الجمعة. لكن بعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى مع الكابتن علاء نبيل مدرب أو المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، بالتأكيد هنلقي الضوء على أسئلة كثيرة جدا وموضوعات مهمة جدا فيما يتعلق بمسابقة الدوري العام ومباريات الأهلي القادمة وكثير من الأمور الهامة جدا في الوسط الرياضي ووسط كرة القدم. فاصل والكابتن علاء نبيل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها احد نجوم نادي المقاولون العرب السابق واحد نجوم منتخب مصر اللي بالتاكيد شارك مع المنتخب في فترات كبيره جدا، تحديدا فتره الثمانينات مع المدرسه او العلامه الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه. بيشرفنا في هذه الفقره الكابتن علاء نبيل المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب. كابتن علاء مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك يا كابتن علاء. اولا المقاولون العرب يعني ماشي بشكل جيد في التوقيت الحالي ونفس التشكيله ونفس المجموعه اللي كانت معاك، الكيمياء او الشكل اللي ظهر بيه المقاولين الفتره الاخيره، يعني اكتر واحد يقدر يكلمنا على المساله دي حضرتك، كنت موجود مع الفريق وكان في سوء حظ كبير جدا ونتائج دايما كانت بتبقى معاكسه معاك. دي حقيقه. ايه اللي حصل في التوقيت الحالي بالشكل بقى المختلف ده؟ هو تاكيدا على كلام حضرتك ان نفس الفرقه نفس التشكيل نفس ما فيش لعيب واحد اتغير. انا خدت مجهود كبير جدا عشان اعمل الفرقه دي باقل الامكانيات، مش عشان النادي مثلا قال لا مفيش فلوس، لا كان في هدف، كان مهندس محسن صلاح رئيس النادي قاعد معايا وقال لي احنا اكبر متوسط اعمار في الدوري الممتاز، لازم متوسط اعمار ده ينزل. قعدنا وشفنا الاسماء اللي احنا احترامي ليهم الكامل طبعا، كان لعيبه كلهم على مستوى عالي، لكن احنا في هدف ان احنا ننزل متوسط الاعمار. من خلال تواجدي في كمسؤول ماسك قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، كان عيني على كام لعيب كان من حقهم اللي هم يلعبوا في ناديهم ومن حقهم اللي هم يلاقوا فرصه، فخدت اللعيبه دي، جبت لعيبه كلهم من الدرجه الاولى، ما جبتش ولا لعيب من الدوري الممتاز باستثناء محمد طلعت، جبته قبل نهايه القيد بالظبط ب 10 دقائق، كان عندنا ماتش بالاتحاد اول، كان افتتاح الدوري العام الدوري الممتاز، كان المقاولين والاتحاد في اسكندريه، وقاعد بدير الموضوع في اسكندريه لغايه لما محمد طلعت جبته ايته اخر 10 دقائق في الخيط. هم دي الفرق اللي بتلعب، مجالي من بني سويف، تيتا من كوكولا، محمد طلعت اللي جبته من الاردن، ايهاب سمير من المنصوره، احمد الشيمي بقى بيلعب من اول السنه معايا، ابراهيم عادل ما كانش بيلعب خالص كان بقى بيلعب، حسن الشامي النهارده باك شمال يمكن اكبر لعيبه سنا لكن بسم الله ما شاء الله من احسن اللعيبه اللي موجوده في نادي المقاولين، محمد سمير، ابراهيم صلاح، سوستا، احمد علي، طاهر اللي هو اللي هم الاثنين احمد علي وطاهر في منتخب مصر الاثنين حاجه. فابتديت فتره الاعداد، عملت فتره اعداد قويه جدا جدا من خلال بقى يعني اقول لحضرتك حاجه، من خلال خبرتي بقى في الكوره والمواقف كتيره ما تعاندش الحظ، هو اتعاند خلاص، هو باينه يعني في ماتشات كتيره جدا في حاجات مش طبيعيه، يعني ابقى كسبان في اخر اربع دقائق جونين لو ما يجوش في يعني في فرقه ناشئين او راعم، مباريات كتيره اخدها، اخطاء تحكيميه اثرت عليا، خلاص في لعبكه. خدت قراري من حبي للنادي. كان قرارك يا كابتن علاء؟ طبعا قراري، بس النادي اتاكد في موقف معين هحكيه لك. ماتش دجله 1-0 دجله الشوط الاولاني على ملعبنا، الشوط الثاني مش عايز اقول لحضرتك سيطره تامه 45 دقيقه مش عايز تخش تمشي على خطه وده يطلعها وده، فطلعت بعديها قلت انا بعتذر، النادي رفض. تاكد هذا كلامي بقى في مباراه الاسماعيلي مباراه الكاس، لو تشوف حضرتك الانفرادات اللي راحت
لنادي المقاولين والاهداف اللي ضاعت، حتى لما هم جابوا الجون جون غريب الشكل لو جبتوه حاجه يعني تضحك يعني. خلاص هو النادي قال لك فعلا يعني الراجل ده اختارنا، الراجل ده خلاص كلامه صح، خلاص هي مش ماشيه. لكن لما المهندس محسن كلمني، لا قلت له يا باشمهندس ما تقلقش، معاك فرقه قويه، معاك حاجه، اي حد هيجي هتغير بس زي ما بيقولوا في اللغه العربيه العتبه الاوبرتيف. وحضرتك شايف النتائج يعني. طبعا بشكر الكابتن مادة النحاس اللي هو تواجد في هذه الظروف، وربنا كرمه كرم كبير في خلال الفتره دي. يمكن كابتن عماد من الناس اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا، وعانى كنت بعاني معاه الفتره اللي فاتت اللي هو كان بيعاني فيها مع في الدوري، برده كانت الظروف كانت قافله معاه كويس، لكن ربنا عوضه خلال الفتره دي في المقاولين. اعتقد ان هو عوض كل اللي فات في خلال الفتره دي، وهو طبعا طلع مشكورا وقال انا ما عملتش حاجه، دي هي نفس الفرقه ونفس ما عملتش اي حاجه خالص، لكن هذه كره القدم. فطبعا انا سعيد، اسعد واحد اللي انا الفرقه بتكسب والفرقه عامله نتائج كويسه، لان ده زي ما حضرتك بتقول الناس فاهمه كوره، عارفه يعني ايه فرقه، عارفه انت فرقه اتكونت و و و والحاجات دي كلها. طب فرقه اتكونت محتاجه الصبر شويه، لسه مجموعه اللعيبه بتبدا على وضعها، حتى لو في ظروف معاكسه في الملعب سواء تحكيم او سوء حظ بيقابلك، لكن الفرقه لسه متكونه، ممكن محتاجه 5-6 ماتشات ورا بعض حتى لو نتائج سلبيه تصبر عليها شويه. لان حتى في التوقيت اللي مسك فيه كابتن عماد النحاس، عايز اقول لك احصائيه من 7 مباريات فاز 6 تعادل مباراه. في التوقيت اللي انا بتكلم معاك كابتن علي، حتى حاليا مع الاسماعيلي كان متقدم، وحاليا الاسماعيلي متعادل مع بنو العرب. اقول لحضرتك حاجه، انا لعبت يعني بصراحه يعني الماتشات الصعبه كلها يعني. انا ترتيب المباريات ما كانش بدايه الدوري كانت قاسيه جدا، اتحاد مقاصه، انبي، بيراميدز، زمالك، طلع الجيش، لعبت كل الصعب. لكن اقول لحضرتك ايه، الظروف بتبقى يعني. في نقطه كمان عايز اتكلم فيها، الضغط الاعلامي اللي حصل. ان احنا من اول اسبوع ترتيب الجدول، ترتيب الجدول، طب النادي الاهلي قاعد لغايه من 3-4 ماتشات اخر الدوري. طب انت النهارده هل تجرؤ ان تقول النادي الاهلي اخر الدوري؟ طب ما عنده ماتشات، عنده لسه مباريات كتير مؤجله. تمام. النهارده الاسماعيلي ما هو اخر الدوري، هتقدر النهارده تقول الاسماعيلي مثلا هيهبط الدرجه الثانيه ولا في ظروف. انا كان ناقص لي 4 مباريات، ناقص كان في مباراه متاجله. طب اقول لحضرتك حاجه، ماتش الاسماعيلي اللي كان في الكويت بمغلوبيه 2-0 وكسبوا ضربات جزاء ورجعوا، تقريبا كانت بطوله عربيه، كان بطوله عربيه كسبوا الاسماعيليه 2 وهناك. أيوة. وكان ساعتها رحيل بيرا وكان عنده طرد باهر المحمدي، وكان عصام حضر عامل مشاكل، وكان عنده اصابتين في السردوكين الورق، يعني الفرقه جايه مستويه. لجنه المسابقات راحت مأجله المباراه، اجلت الماتش. ما المباراه بتلعب دلوقتي هي مباراه مؤجله. دي كانت المفروض يعني كان شلاي يعني اسوء من الفتره دي للنادي الاسماعيلي يكون موجود فيها، من حقي لا نلعب، ما هو كل واحد بينتهز فرصه الفرقه اللي قدامه. ففي دي برضو من الظروف اللي هي ايه، ده البخت، واخد بال حضرتك؟ فده البخت. فالحمد لله يعني انا الحمد لله ماشي في كل حته، الناس كلها بتتكلم على فرقه المقاولين واللي موجود، لان طبعا الناس فاهمه كوره يعني. خد منك جهد كبير تكوين الفريق بالشكل ده؟ طبعا طبعا. اولا عشان تستغنى عن اللعيبه اللي موجوده وتقعد تحكمها كويس قوي، مين اللي يفضل ومين يستنى ومين اللي يمشي، دي عمليه خطيره جدا. زائد اللي انت بتركب، بتجيب الملعب كده في اول السنه، 2 هنا 2 هنا 2 بحسب السيستم اللي انت بتلعب بيه، عشان تفاضل بقى مين اللي بيمشي ومين اللي موجود، ومين عايزين واحد في المكان ده، وعايزين طب خلي ده شويه لغايه لما نشوف هل ده هنقدر نخلصه ولا لا، طب خليه معانا، وتبقى في نفس الوقت مراعي ظروف اللعيب اللي انت ما بتاذيهوش. يعني شغلانه كبيره خدت مني، انا بقالي 3 سنين ما فصلتش، 3 سنين ونص خلاص يعني، ده النهارده يبقى مثلا نص سنه كمان. فمجهود كبير جدا. انا كان عندي هدف، عندي استراتيجيه ماشي بيها. انا من النوع اللي انا بحب ان انا اصنع لعب، فاهمنا محمد؟ اصنع لعب. في نوعين من المدربين، في مدرب بيصنع لعب، وفي لاعب بيصنع مدرب. بيصنع مدرب. تمام. انا من المدربين اللي احب اصنع اللعب، لان انا تعلمت على ايد كابتن محمود الجوهري. كابتن جوهري عمل اجيال، عمل لعيبه. لما تروح تبص على كاس العالم، محدش يعرف هشام عبد الرسول، محدش يعرف وصل هشام ياكل لمستوى عالي، وصل حسام حسن، هاني رمزي، الناس دي كلها، احمد الكاس. تمام.
خلصنا الجيل ده، دخلنا في جيل عبد الستار صبري وحازم امام وسمير كمونه ومحمد عماره وياسر رضوان، حازم امام خلصنا، دخلنا في جيل طارق السعيد ووليد عبد اللطيف. يعني هو ده المدرب، دي بقى بتحتاج مجهود عالي قوي. لما رحنا الاردن نفس الكلام، اشتغلنا شغل من النار وغيرنا اماكن واشتغلنا عليها الصبح وبعد الظهر، ونروح الانديه ونتكلم مع المدربين وهناخدهم ونشتغل معاهم ونجيب لكم بعد الظهر. يعني هي دي مدرستي، فبحب اللي انا يعني يبقى ليا بصمه على اللاعب، مش اللاعب اللي يديني بصمه. اللاعب يديني بصمه بعد ما انا اديله بصمتي، يديني يقول لي مجهودك اللي انت عملته معايا اهو تمام. لكن انا مش مدرب احط رجلي على رجلي واقول انا عايز فلان وعايز فلان وعايز فلان. وعندنا امثله كتيره بدون ذكر اسماء، في لعيبه واجيال عملت مدربين كتير اهو. مظبوط تمام مظبوط. فهي دي مدرستي اللي انا شغال بيها، والحمد لله. يمكن شفت النهارده مجالي اللي هو بتاع بني سويف انا جبته، شفت تيتو الباك يمين انا جبته من كوكولا، شفت ايهاب سمير جابه من منصوره، احمد الشيمي ما كانش بيلعب بصفه مستمره الحمد لله النهارده مع فتره الاعداد مع الشغل مع السخ. طاهر محمد طاهر النهارده، طاهر محمد طاهر من احسن اللعيبه الموجوده في مصر، لما يبقى لعيب في السن ده بيروح منتخب مصر تمام. ما هو السنه اللي فاتت كان بيلعب واللي قبليها واللي قبليها، عرفت ازاي ان انا اطلع منه الموهبه بتاعته واديله ثقه في نفسه وبرانه على حاجات ناقصها ومعامله خاصه. نفس المدرسه بتاع الكابتن جوهري. احمد علي ما هو كان بيلعب، طب احمد علي فين في منتخب مصر تمام، برضه حاولت ان انا اطلع واغير من السيستم بتاعه شويه لغايه لما وابتدى اسمه حتى يتردد دلوقتي في عروض خارجيه ايا كان صحته او عدمها، بس ابتدى اسمه يتقال من تاني. ايوه، فالموضوع محتاج مجهود كبير جدا. ابتديت فتره الاعداد، عملت فتره اعداد بصراحه يعني مستوى عالي جدا، وكنت ده الأساس. وكنت بشوف الالم والدموع في عينيهم من التعب، وكنت دايما جنبيهم، هتحسوا بالكلام ده بعدين، هتحسوا بالكلام ده بعدين، وباين النهارده الحمد لله كل اللعيبه بتكلمني. هو وضع طبيعي، مدرب بيتكلم مع لعيبه وشدوا حيلكم يا شباب وده ناديكم الحمد لله. يعني مش انا اللي انا المدارس اللي انا يعني الثانيه، لا الحمد لله. يعني فالولاد بيقولوا يا كابتن احنا فعلا حسينا بقيمه كلام حضرتك، الفتره الاعداد اللي احنا عملناها موقفنا على حالنا. وكابتن عماد طلع على هذا الكلام، يعني برضه مشكورا طلع على انا واخد فرقه واقف على حالها. فهي العمليه مكمله، يعني انا سعيد اللي انا يعني عملت حاجه الناديه اكيد. طيب طاهر محمد طاهر، قلت لي يا كابتن علاء في سياق حديثك انك صعدته من القطاع الناشئين للدرجه الاولى، مش السنه دي ده من السنه اللي فاتت، لعب معاك درجه اولى وعنده كام سنه؟ لا هو طاهر طلع وانا مش موجود في النادي، لاعب ناشئين ولا اتصعد مع الفريق الاول وما كنتش موجود، وبعدين سافر راح فرنسا للاحترافيه ورجع لعب السنه اللي فاتت مع كابتن محمد عوده، وما كانش لي بخت يعني او ما كانش موفق يعني. بس انا رؤيتي للولد ده لا يعني، اصل انا اميل شويه لاولاد النادي، اميل شويه للسن الصغير اللي هو عايز يبقى كويس. اللي شدني في طاهر الستايل بتاعه، طاهر عنده ستايل عارف، اتمنى هو يبقى زيه يعني كريستيانو، عنده حته السحبه بتاعت الكوره دي اللي قدام والدريبلر بتاعته شبيهه بيه. لعيب صغير بقى يجيب جون، رجليه بسم الله ما شاء الله بتحط في الكوره، بس مع صوت وانا في الملعب في التمرين بس مع صوت رجليه في الكوره بتبقى مؤثره جدا، فيها قوه موجهه كويس. فاتمرن كويس قوي، قعدت معاه في اول السنه قلت له عايز تبقى 1 2 3 هتعمل 1 2 3، وفعلا هي بس الحاجه الوحيده اللي لسه ما يعني ما اتقنهاش كويس العصبيه بتاعته دي، لو راحت منه هيبقى لعيب نموذجي. ده كان جزء من سبب عودته من فرنسا، لان هو راح اعتقد ما كملش 6 شهور او اقل من سنة. ما انا بقول لا ما اعرفش الرحله الاحترافيه بتاعته، كنت انا مش موجود كمان فما اعرفش هو مشي من هناك ليه، لكن هو انا شايف ان هو لعيب كويس قوي قوي قوي. احمد علي من لعيب هداف من الطراز الاول، وعلى فكره مش عشان انا مسكت الفرقه وقلت احمد علي راح منتخب مصر، انا لا، انا من السنه اللي فاتت وانا في الاستاد التحليليه كنت دايما بنادي على مدرب منتخب مصر كان وقت كوبر. ايوه يا عم الحاج احمد جمعه واحمد علي الاثنين من احسن فراوده مصر، شوفهم. هو قفل الباب على مجموعه وقال خلاص انا مش عايز حد. الاثنين دول حقيقه هم الاثنين رؤوس حربه مميزين. تمام. طيب بالشكل اللي شفته فيه الدوري السنه دي بقى، يعني ممكن الكيمياء ما تكونش راكبه معاك في التوقيت اللي كنت ماسك فيه المقاولين، لكن عملت اسس كويسه الجهاز الفني اللي بعديك جه يشتغل عليها. تمام. شايف الدوري السنه دي بالمستويات الفنيه اللي موجوده
هل مقياس نقدر نقيس عليه الشكل الحالي ان ده دوري قوي، فرق ممكن تحسم الدوري او فرق ممكن تنزل في القاع او الدرجه الثانيه، ولا شايف المسابقه السنه دي ازاي؟ بص، في حاجه ملحوظه مهمه جدا. كنا بعد 5 أسابيع تقدر تقول مين هياخد الدوري ومين هيهبط الدرجه الثانيه. ده زمان، مش زمان، الدوري اللي فات. تمام. كل اللي نزل السنه اللي فاتت من 5 أسابيع واحنا في الاستوديو بنقول دول هينزلوا. واضح، تمام، وعارفين مين اللي هياخد الدوري. السنه دي لا، حاجه غريبه سبحان الله. يعني دوري السنه دي مختلف شويه، دخل فيه عناصر شعللت المقدمه والهروب من القاع. شارك فيه انديه كبيره ليها اسمها، بتروجيت بتعاني، امبي بيعاني، الاسماعيلي بيعاني، المصري، واخد بالك. فالموضوع دخل في وسطهم الفرق اللي صعدت زي حرس الحدود، زي النجوم، زي جونه. فما انتش عارف، تشوف. لكن مستوى الفرق، بص، هيجي في وقت ما فيش فرقه في مصر بتلعب سيزون كامل نفس المستوى، استحاله. تمام. وسيزون الدور الثاني اصعب مما تتخيل، مباراه كؤوس اصعب مما تتخيل. تمام. وبعدين الدوري هيوقف كتير عشان انت تقدر تبقى تلم نفسك، ومحتاجه فن تدريبي. لان طبعا عشان فرقه تخلص وبعد كده مثلا ماتش بعد 10 ايام، هتقدر تعمل ال 10 ايام دول ايه؟ اللعيبه تقول لك والله يا كابتن عايزين نريح، طب خدوا يومين راحه عشان تعمل برنامج وتعوضهم اليومين دول، وتغذيه وتدريب. الفتره اللي جايه هتشوف العجب. هتشوف العجب. طيب كابتن علاء، برضه في جزئيه، عدد المباريات بالنسبه للفرق حتى هذه اللحظه غير متساوي في شكل الدوري العام. ويقول لك اول الدوري واخر الدوري. ده مقياس لشكل المنافسه او شكل الهبوط؟ لا لا، هي بس عمليه اثاره. ما هو ده، خلي بالك، كل ده بيحط اللعيبه تحت ضغط، والمدربين تحت ضغط، والادارات تحت ضغط. ما يعني مجلس اداره بيروح صاحي الصبح يقرا الاخبار، يعني انديه كتيره جدا ومنهم انا. كان عندي لسه 4 ماتشات وفي المركز ال 14، المقاولين في خطر، ومش عارف لسه 4 ماتشات ب 12 بونت. ده انا لو خدت اربعه هتبقى في الثالث، هبقى الرابع، الثالث او الرابع، هبقى الرابع. بدات اللعبه تتوتر، بقيت اهديهم، بدأ ده يعني الموضوع. الاعلام لازم يعرف ان ما يتحطش الجدول الا لما يكون الفرق كلها متساويه في عدد المباريات. لكن الكلام اللي بيحصل ده طبعا مش مظبوط. تمام. طيب نتكلم عن الاهلي الفتره الاخيره، شايف اداء الاهلي الفتره الاخيره بالمباريات المؤجله، بمباراه يوم الجمعه القادم ايضا كمان، في ظل انت خلاص دخلت في انتقالات يناير، انتقالات شتويه، في تدعيمات، في شكل قد يكون مختلف للمرحله القادمه مع جهاز فني جديد ايضا. اقول لحضرتك حاجه، لازم نبقى واقعيين جدا في حاله النادي الاهلي. اصابات النادي الاهلي فرقت معاه، اثرت على المستوى الافريقي والمحلي طبعا. لما تقول هنتكلم على خط اولا، حراسه المرمى في حاجه، في مشكله في حراسه المرمى، سواء شناوي بيلعب سواء شريف بيلعب، في حاجه مش مظبوطه في هذا المكان. لو جينا ورا هنقول مين بيلعب، احمد فتحي وسعد سمير، واللي جنبيه بقى كان ايمن اشرف او نجيب تمام، وعلي معلول. شلت 50% منه، شلت 50% او اكتر كمان. 50% بقى، انا اتكلم على 50% الثانيه، 50% الثانيه مره ده ومره ده. يعني مره كولوبالي، مره محمد نجيب، مره سعد كويس، مره تمام. فانت فقدت فنيا او وظائف، فقدت كتير. لان علي معلول ليه تقله، احمد فتحي ليه تقله. النادي الاهلي يمكن لما جاب كولوبالي كنت انا دايما اطلع اقول ايه، ليه كل الانديه بتفكر في رؤوس حربه، في رؤوس حربه، في رؤوس حربه، لدرجه ان فعلا بقت رؤوس الحربه في مصر نادره، بسبب ان كل النادي عايز يجيب هداف من راس الحربه. ما بقاش فيه غير مروان محسن حتى، مروان محسن، احمد علي، واحمد جمعه، هم دول، واحمد رؤوف بتروجيت. جاب كلوبالي سيرد باك، لكن مش ده اللي هو سيرد باك النادي الاهلي، واضح قوي 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 في ماتشات كتير، وكان اخرها ماتش المقاولين.
اللي هو كرة الفاول احمد علي سندها من قدامه جون. ده طبعا طبعا هي هداف يعني هداف بيعرف يجيب جون، لكن مفيش يعني سذاجة دفاع يحصل فيه اللي حصل دي. فعندك خط الظهر بتاع النادي الاهلي متاثر جامد جدا، زائد الحته بتاعت حراس المرمى. الخلطه بقى بتاعت نص الملعب، انت عندك هشام محمد وعندك عمرو السوليه وعندك حسام عاشور. الخلطه لغايه دلوقتي مش مظبوطه، لان كل ما يكون جاهز لاعب التاني بيصاب. تمام، مفيش هارموني حتى اتنين ثابتين على مدار. انا بقول لك الخلطه مش مظبوطه، ما انتش عارف تحط مين، ده مره يتصاب، ده مره كويس، ده مره وحش. زائد الديفندر اللي هو بيدافع، لان النادي الاهلي في التوقيت ده محتاج اتنين عشان يحموا الاتنين اللي وراه. عارف انت لما كان النادي الاهلي في عزه في السردباكات ورامي ربيعه بيلعب وحجازي وبتاع، كان حسام عاشور بيعملهم من قدام. كفايه ليبرو متقدم قدام الاتنين. ايوه كان كفايه، لكن دلوقتي النهارده عمرو السوليه وهشام محمد الحته دي قدام، دايما تليهم قدام، فالملعب بيفضى على حسام عاشور واللي وراه، مع قلنا الديفول اللي موجود ورا. فده دخلنا في نص الملعب. الحته اللي قدامنايه بقى كان معروف ازارو في قمه مستواه واعضائه، وليد سليمان، عبد الله السعيد، واجايه. تمام، فقدت كم واحد في التوقيت الحالي اللي انت بتعاني منه كنادي اهلي؟ كان في التوقيت الحساس انت فقدتهم كلهم عدا وليد سليمان. فقد ثلاثه، يعني فقد 75% من الحته الهجوميه، من قوتك الهجوميه. مفيش غير وليد سليمان اللي مكمل، عبد الله سعيد مشي، ازارو في حاله لسه ما وصلش فيها. كل لعيب خلي بالك، هو حسام عاشور، هم الاثنين انا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وبحترمها جدا وبقدرها جدا، لكن مش عيب ان كل لعيب بيجي له فتره فيها دروب، وضع طبيعي بيحصل. جدا في اي لعيب، ما فيش حد لعيب ما بيجيلوش الفتره دي. يعني اجاي فارق جدا جدا. برضو مكان عبد الله سعيد لسه لغايه دلوقتي مش عارفين نحط مين كنادي اهلي في هذا المكان. زائد وليد ازارو برضو مش زي حسام عاشور كده، برضو مش وصلش لسه للحاله بتاعته اللي هو تعودنا عليه. انهى بيها الدوري السنه اللي فاتت، لان هو كمان في ختام عام 2018 19 هدف لازارو مع النادي الاهلي، هداف الدوري، عدد اهداف مؤثره، اهداف مؤثره في المباريات الافريقيه. خلاص اقنع جمهور كان بدايه ازارو على فكره كانت في البطوله العربيه. حتى انا قلت بدايته غلط لما كان كابتن حسام بدري كان ماسك الفرقه وراح رامي الصف الثاني في البطوله من اولها، وراح رامي معاهم ازارو. انا قلت بدايته لا، كان لازم يبتدي مع الفرقه الكويسه، لكن الولد قدر اللي هو يستوعب الموقف ورجع، كان بس خد فتره شويه وبعد كده بدا يحط اقدامه في التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لما تيجي بقى تحط بقى احمد فتحي، تحط معلول، وتحط اجاييه، وازارو يبقى كويس، وحسام عاشور يرجع لحالته الطبيعيه، لا أربعة خمسة دوليين حتى ممكن يأثروا على المنتخب لو بيلعبوا. يا جماعة ربنا يعفوه بالعقل، بس هو أنت محطوط تحت ضغط، النادي الأهلي مطلوب منه المكسب مكسب مكسب. تمام، والإجابات جت في توقيت كابتن علاء، برضو كان توقيت حساس قوي. أنت بتختم البطولة الأفريقية وداخل على نهائي، وهترجع عندك مباريات مؤجلة في الدوري. ما أنا بقول لك ده هنا وهنا وهنا وهنا، وبعدين إصابات غريبة الشكل دي بقى برضو عايزين نتكلم فيها. الإصابات هل ليها علاقة الإصابات بشكل الموسم بشكل عام؟ يعني انت بتبدا الموسم مش عارف عدد مبارياتك امتى. اقول لك السبب ايه. اتفضل. معلش بقى اللعيبه تسامحني بقى، كل اللعيبه بتتعالج بره الانديه بتاعتها. ده من خلال خبراتك في الدوري بتبقى عارف لعيبه كتير. كل اللعيبه بتتعالج بره الانديه بتاعتها، وبيروح لدكتور النادي بتاعه يقول له انا، فدكتور ماشي على البرنامج هو عامله، بيكون هو عامل حاجه اضافيه او حاجه ممكن تاذيه، بس ما بيقدرش يقول للدكتور اللي انا عملت كذا، فبيستحمل الدكتور بتاع النادي، لان هو طبعا لو اتعرف اللي هو هيتعالج بره بتبقى مشكله بالنسبه للعيب، بيتخصم منه واول الحاجات دي كلها. تضارب التاهيل وتضارب العلاج للاعب، لان اللعيب عايز ينزل الملعب بسرعه. تمام، فبيقول لك هعمل انا اروح فلان الفلاني ده هينزلني بسرعه. تمام، وما اقدرش اقول الكلام ده للدكتور بتاع النادي. خلي بالك، فانا من خبراتك في الدوري. طبعا اللعبة. طبعا، يعني انا عارف هذا الكلام كويس. يعني في دكاتره في الانديه بتبقى عارفه كويس قوي تتعالج لعيبتها ازاي، وبتحطهم تحت برنامج علاجي كويس، لكن 90% من لعيبه الدوري الممتاز كل واحد ليه الدكتور بتاعه، ليه واحد اللي بيأهله ويستريح له، وبتحصل لخبطه في العلاج وبتاثر طبعا على
اللاعب نفسه. طيب جزء الاحمال البدنيه وانت بتستعد في بدايه الموسم بتعمل مرحله اعداد بدني للعيبه عشان الاساس اللي هتبدا بيه الموسم كله. تمام. طب انت الموسم بتاخده قطعه قطعه، يعني بتاخد اربع اسابيع الاول، بعد كده بتاخد اربع اسابيع ثانيه، بعد كده تريح شهر تلعب اربع اسابيع ثالثه. الشكل ده مش ممكن بالفعل ياثر على اللعيبه بخلاف بقى اداء الملاعب وشكل الملاعب والارضيات والتغذيه. كاس عالم امتى رجعت من كاس عالم امتى؟ راجع من كاس العالم في اوائل 7. طب عارف الدوري ابتدى كام؟ انا كان اول ماتش في الدوري 30/7. طب انت النهارده الدوري مفنشه، معسكرات للمنتخب، النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره في المنتخب، افريقيا داخل في افريقيا. النهارده اللعيب ده لازم تفصله عن الكوره تماما. نادي المقاولين العرب انا كنت فاكر كويس قوي اللي هم خلصنا الدوري شهر 24/4 او شهر 5 حاجه زي كده. هو لاول مره من سنوات بصراحه الموسم ده تحديدا كان في فتره راحه ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي. عشان كاس عالم. كان كاس عالم. تمام؟ طب اللي فعلا جم من الاجازه في اشتياق. في اشتياق للكوره وفي اشتياق للتمرين وكان في جبال بتطلع وكان في حاجات كنا بنعملها جامده جدا. تدريب على الرمل لكن ما تقدرش تعمل كده مع لعيبه النادي الاهلي. كان الموسم متلاحم. كان في افريقيا ساعتها في شهر 7 و8. عشان كده انا قلت الانديه اللي بتلعب في افريقيا واللي بتلعب في المسابقات البطولات العربيه زي الانديه الاهلي الزمالك لابد من اول سنه كان 30 لعيب. هو للاسف اتحاد الكره حتى يعني قدر اشمعنى الدور الثاني يتدارك الموقف. ما هو تدارك الموقف لما لقى عدد المباريات، ما هو لو بيفكروا بشكل عملي اكتر على شكل المسابقات هيبدا في شهر 7 يشوف المسابقات اللي هتلعبها الانديه، هيلاقي اقل نادي لو لعب عربي وافريقي وما وصلش حتى للمراحل النهائيه مش اقل من 40-50 مباراه، اللي بيوصل للمراحل النهائيه بيلعب حوالي 70 مباراه، 25 لعبه كانت هتبقى صعبه جدا. عشان كده جه في يناير تدارك الموقف وقال لك ضيف 5 ضيف 5. طيب جهاز فني جديد مع النادي الاهلي زي لاسارتي المدير الفني الاوروبياني وعنده مباراه يوم الجمعه مع بيراميدز، بما انك برضه كمدير فني شايف الاجهزه الفنيه ممكن تتعامل ازاي؟ الوقت ضيق جدا اكيد طبعا عشان يقدر يحكم في يعني تقييم لكل اللعيبه والتشكيله والمجموعه اللي ممكن يلعب بيها. شايف مباراه بيراميدز تحديدا مع لاسارتي ومع النادي الاهلي هو سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين الجهاز الجديد لاي فرقه السلاح ذو حدين. لو بنتكلم على اللعيبه مش هنتكلم على المدرب. المدرب اكيد ليه فكره، وصلوا اللعيبه في التمرين، بداوا يعرفوا شخصيته. هنا اللعيب عليه دور كبير جدا. هل لو عيت اللعيبه اللي هتلعب عايزه تثبت في التوقيت الحالي ان عرفت ان الموقف بقى حرج خلاص، مش النادي الاهلي اللي هو يخرج من بطولتين ولا يحصل فيه النتائج دي في الدوري ولا تمام، فعرف ان ايه في وقفه، يا ترى هكمل ولا مش هكمل. هيكمل يبقى عن طريق هذه المباراه الاولى للراجل عشان يثبتوا له اللي هو لا قادر اللي هو يكمل وهو لعيب يعني ويحجز مكانه ويحجز مكانه والحاجات دي كلها. دي اللي هيستغلها الجهاز الفني. دي اللي هيستغلها الجهاز الفني. واللي هيقع على فكره مش هكمل نهايه الموسم. لا يقع مع الراجل في المباريات الاولى مش هكمل لاخر الموسم، لان في ناس جايه. خلي بالك الناس اللي جايه دي هتخلص على ناس كثيره بتلعب في مجموعه كبيره بدون ذكر اسماء، لان انت محتاج يعني عنصرين مهمين جدا في النادي الاهلي مع عوده المصابين. انت بتتكلم في احمد فتحي واجايه وعلي معلول وحسام عاشور واثنين من الجايين اللي بره من 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 اساسيين انا عارف هم هيبقوا مين. ادي بتتكلم في سته وحارس المرمى 7-4 لعيبه بس اللي هيستمر من القديم. ففي الفتره اللي جايه فيه منافسه جديده جدا. التدعيمات دي ممكن تساعد الاهلي بشكل ايجابي في يناير مع مباراه بيراميدز، حتى اذا كانت في فرصه للصفقات دي ممكن تلعب مباراه الجمعه. يعني مش يعني بتتكلم مثلا زي رمضان صبحي، انا قريت خبر النهارده اللي هو هيبقى متواجد في مباراه بيراميدز ده. ما اعتقدش رمضان بعيد شويه عن الجو الدوري المصري بقاله فتره. اي نعم هو يعني خلينا نبقى واقعيين وصراحه هو ما نجحش في الحياه الاحترافيه اللي كان فيها، لكن هل هو نازل زي ما بيقول ايه جعان كوره لغه الكوره جعان كوره وعايز تحدي؟ هي دي اللي هتفرق معاه. لكن لو لعب بنفس المستوى بتاع الفتره اللي فاتت لا هيكون عبء على الفرقه. طيب شكل المنافسه في الدور الثاني يا كابتن علاء شايفها ازاي؟ شرس جدا شرس جدا. تبدا تحسبها اول ما الفرق تتساوى في المباريات ولا هي محسوبه لثلاث اربع فرق ايا كان الفارق في المباريات بين الفرق كلها؟ كبطوله الدوري؟ كبطوله الدوري ده فرقتين. اهلي وزمالك. انا بقولها لك اهلي وزمالك. وعند كلامي ما بغيروش، اهلي وزمالك هم اللي هينافسوا على الدوري.
بطران على ان شكل المنافسه في الدوري حتى الاسبوع الاخير بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك هم المنافسه بتاعه الدوري بالنسبه لهم. وخليك برضو التاريخ لازم نرجع بالتاريخ. كان من كذا موسم كده كان حسام حسن ماسك نادي الزمالك، كان فرق بين وبين النادي الاهلي في الدور الاولاني كان حوالي 13 نقطة. والنادي الاهلي خد البطوله. تمام. فانت النهارده وفي التسعينات كمان فانت النهارده عشان كده بقول لك الفرقتين دول اللي النادي الاهلي حاطط الاعتبار ده اللي هو كان في فرق 13 بونت وخد الدوري فهيلعب على اساسه، ونادي الزمالك هيفتكر لو كان في 13 بونت راح من البطوله وهيلعب عليها. فمهما زاد الفرق للزمالك عامل في حسابه ان في قطر جاي وراه، في قطر جاي وراه وحصلت معاه قبل كده القطر حصله. فعشان كده بقول لك المنافسه في الاخر ايه؟ اهلي وزمالك. تتوقع المباراه القادمه تبقى مباراه كوس؟ يعني النقطه هتبقى غاليه؟ طبعا النقطه غاليه، و كنا زمان نقدر اقول لك ايه اللي يجيب 32 بونت يقعد في الدوري الممتاز. الكلمه دي كنت بسمعها في التسعينات وفي اوائل الالفيه. فاكر؟ في فرق السنه اللي فاتت فنشت الدور الاولاني 6 بونت. وفي الدور الثاني خلصت 36 بونت. تمام؟ انت النهارده مخلص الدور الاولاني اقل فرق عندها 13 بونت. لا في حاجه في دربكه هتحصل في دربكه هتحصل في نهايه الدوري يعني. هل الحماس اللي موجود في الدوري والمنافسه ده شايفه نتيجة ان الفرق كلها دعمت بصفقات، الفرق كلها بقى عندها طموح في الدوري العام؟ اقول لحضرتك حاجة، ولا اللعيبة كلها بقت شبه بعض؟ ما هو احمد زي الحاج احمد تمام. من اسباب ارتفاع مستوى المباريات والحماس اللي موجود في المباريات من المقام الاول متابعة جهاز المنتخب الوطني لجميع مباريات الدوري. كان بيحضر كل الماتشات. دي من الحاجات اللي مخليه مديه امل لكل لاعب في مصر اللي هو راح منتخب مصر. وده الفرق بين الراجل اللي ماسك منتخب مصر دلوقتي والاخ كوبا اللي كان ماسك، اللي كان قافل على 13 لعيب واعمل الدوري ما ملوش دعوه، هو بقى اعمله ما بيتفرجش، ما بيجيش غير ماتش على ماتش الاهلي وافريقيا، ماتش الاهلي وزمالك وشو، ماتش الزمالك مش عارف ايه شو، وتلات ارباع الوقت قاعد في بلده. لكن الراجل ده بامانه هو الجهاز بيروح ماتشات الجونه، بيروح ماتشات النجوم، بيروح ماتشات المقاولين، بيروح ماتشات انبي، بيروح بشوفه في ماتشات كتير جدا. عشان كده اللعيبه كلها عندها امل، ومن الاختيارات ما بياخد ده وبياخد ده وبياخد ده، فكل اللعيبه عندها امل ان هي بتروح. فده بيأثر على ادائه في الملعب، كل واحد عايز يأدي في الملعب عشان خاطر يبقى هدف لمنتخب مصر. زائد بلس بقى الاسعار الجنونيه اللي احنا دخلنا فيها كده، فتحت على الرابع. لا الرابع في 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 تربو. الاسعار دي اللي هي فرقت مع الكره المصريه قوي مع اللعيبه، ومش عارف في المستقبل الانديه هتعمل ايه في مع مستوى الاسعار ده. مؤثره كمان على الفرق اللي بتبقى بتعتمد على ان هي تشتري لعيب بمليون واتنين، اعتقد هيبقى في خلاص بقى الفرصه هتبقى صعبه. دايما الانديه اللي تحت هتبص للدرجه الاولى ب2 مليون، من الدرجه الاولى ب2 مليون الممتاز بيه طبعا. ما انت خلاص بقى ب2 مليون اذا كان كيلو طماطم مش عارف يبقى ب7 في اسكندريه في ثانيه. لا لا بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اسعار ولاعه الدنيا. انا جايب اللعيب ده 2 مليون للنادي، ده غير الولد، ده غير تعاقد اللاعب نفسه. فانت الاسعار اللي انت حطيتنا فيها دي السنه دي هتشوف نتيجه بعدين. طيب لو فاكر الرقم، فرقه المقاولين العرب كونتها بكام؟ رقم تقريبي مثلا. لا انا نزلت على الميزانيه السنه اللي فاتت حوالي 8 9 مليون. يا بعدد الكبير اللي اشتريته برضو؟ ده اللي كنت فاكره، لكن ما بحاولش ادخل في التفاصيل الماديه لان انا كانت الفتره كانت صعبه بالنسبه لي قوي. كنت بتعاقد وكنت بقعد مع اللعيب وبقعد مع الاداره وبتتفرج على سيديهات وبتنزل تشوف. لا السيديهات دي بقى مشكله كبيره. دي كبوه من كبوات كره القدم في مصر. بيجي لك لعيب بتشوفه لعيب تاني خالص. بشوفه عمر الشريف. وفي على السيدي حاجه. لا 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 بشوف حاجه، بشوف السيديهايه ايه ده؟ هاتوا ده بسرعه. هو حد تجيبه في الملعب. خلي بالك انديه مصر كلها بتقع في هذا المطب. بتقع في هذا المطب اللي هو اللعيب بيجي لها، وطبعا لما تيجي تقول له يقول لك لا ما نزلش الملعب. انت سيدهاي قدامك اهي، شوف بيعمل كده وبيعمل كده. ما هو بيعمل سيدهاي مثلا ساعه على تاريخ عمره كله، الباص عامل كده وباص كده عامل كده، مواضع طبيعيه هو يعمل له باص حلو او بتاع صح. وانت بقى
تشرب الـ انت ونصيبك انت ونصيبك بس. طيب قبل ما ننتقل للحديث عن المنتخب الوطني برضو الحديث عن الاهلي مش هيكنه على المستوى المحلي فقط لكن كمان في مباريات افريقيه. العجله في افريقيا السنه دي سريعه جدا يعني البطوله انتهت في شهر 11 بدا الدور التمهيدي والدور ال 32 في شهر 11 و 12 اتعملت القرعه الاسبوع اللي فات بعد 10 ايام مباراه الاولى للاهلي في دور المجموعات البطوله هتخلص في شهر 5 فالعجله سريعه جدا. اولا قرعه النادي الاهلي عايز اعرف رايك فيها ايه يا كابتن علاء. الاهلي معاه ثلاث فرق فرقه فيتا كلاب الكونغولي وهو وصيف كاس الكونفدراليه العام الماضي شبيبه الثوره الجزائري احد الفرق اللي ظهرت في الجزائر بشكل قوي الموسم الماضي سيمبا التنزاني. الشيء لفت النظر ثلاث فرق جماهيريه مع النادي الاهلي فرق لها شعبيه في الدول مجموعه جماهيريه فعلا فرق لها شعبيه شايف المجموعه ازاي؟ انا شايف من الاخر كده فرصه الاهلي وفيتا كلاب هم الاثنين اللي هيبقوا ليهم نصيب وعبال ما النادي الاهلي ان شاء الله وانديه مصر كلها توصل للاول او ثاني في المجموعه ويخش دور المجموعات اعتقد ان النادي الاهلي عبال ما يوصل للمجموعه دي هيبقى واقف على حلو قوي بالصفقات الجديده اللي جايه والمصابين والنتائج والثقه هتاخدها اللعيبه ثاني على ما اعتقد دي اصعب فتره النادي الاهلي اللي هو يعدي لان لو وصل اول وثاني ان شاء الله هتفرق معاه بعد كده. ترتيب المباريات يعني اول مباراه مع فيتا في القاهره يوم 12 يناير مهم جدا مهم جدا بدايه طبعا لان الماتش ده هناك صعب الماتش هناك ده صعب فلازم ان شاء الله يكون الماتش ده لصالح النادي الاهلي. هو تحديدا فيتا خلال السنوات الاخيره بصراحه كل نتائج مبارياته على ملعبه بيكسبها فبيعمل نتائج كبيره جدا. ما عشان كده لازم عايز توصل اكسب الماتشات الملعب على ملعبك كلها والثلاثه اللي بره دول تكسب لك واحد او تتعادل لك اثنين توصل. طيب هقول لك ترتيب المباريات يا كابتن علاء يعني فيتا ان شاء الله يوم 12 يناير في الكونغو في القاهره قصدي شبيبه الثوره الجزائري يوم 19 يناير بعدها باسبوع في الجزائر بعدها ب 10 ايام مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره ثم هتسافر لتنزانيا يوم 12 2 ثم بعد كده هتسافر للكونغو يوم 9/3 بعد كده تختم مباراتك مع فريق شبيبه الثوره الجزائري يوم 16/3 في القاهره هتبدا في القاهره وتختم في القاهره. ترتيب المباراه شايفه ازاي؟ لا في صالح النادي الاهلي ترتيب المباراه اول مباراه اهم حاجه اول مباراه تبقى عندك اخر مباراه بقى في الدور الثاني في عندك برضو عندك هتختم مع الجزائر هنا في القاهره بس خلاص. فانت بالنسبه لك انا شايف التوقيت البدايه والنهايه كويسين مهمين جدا ونهايه نهايه المجموعه الدور الاول فين؟ مع سيمبا برضو في القاهره في القاهره هو ده دول اهم ثلاث هم اول ثلاث مباريات في الجوله الاولى انت تلعب مع فيتا وسيمبا في القاهره تمام. بعد كده تروح الجزائر ما بين المباراتين تمام بعد كده في الدور الثاني عندك مباراتين خارج مصر هتسافر تنزانيا هتسافر الكونغو ثم تختم مع الجزائر هنا تختم مع الجزائر في القاهره عشان كده المباراتين اللي على ملعبك في الاولاني دول مهمين جدا للنادي الاهلي وزي ما قلت لحضرتك ماتشين تعادل بره او ماتش مكسب او ماتش مكسب ماتش تعادل وصلت اول وثاني مستريح تمام. طب عندي برضو مجموعة معلومات عن فريق سيمبا التنزاني وفريق شبيبة الثورة الجزائري لان الناس كلها عارفة فرقة فيتا. فيتا السنة اللي فاتت كان وصيف الكونفدرالية عمل ريمونتادا عالية على الرجاء المغربي لكن قدر الرجاء يحسم نتيجة ان هو كان فاز في المغرب بنتيجة كبيرة جدا. سيمبا يا كابتن علاء لعب اربع مباريات عشان يوصل لمرحلة دور المجموعات. في الدور التمهيدي لعب مع فريق مبان سوازيلاند ده بطل سوازيلاند وكان موجود في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا السنة اللي فاتت. لكن قدر سيمبا ان هو يفوز عليه يعني بنتيجه كبيره جدا سواء في الذهاب او العوده 4-1 و4-0 عمل سكور كبير جدا على فريق كان في دوري المجموعات السنه اللي فاتت. ايضا كمان في دور 32 كسب ناكانا ريد ديفلز بطل زامبيا وناكانا ايضا برضو من الفرق اللي كانت متواجده في دور المجموعات في السنوات الاخيره برضو عملت معاه نتائج كبيره جدا يعني خسرت في زامبيا 2-1 لكن كسبت في تنزانيا 3-1 فعندها سكور عالي 4-4 و3 يعني بتعرف تجيب جول واضح جدا فرقه بتعرف تجيب جول فده ناخد بالنا منه 12 هدف فطبعا دي بتبقى الفرق اللي بتعرف تجيب جون دي بتبقى مقلقه جدا لاي مدير فني او اي فرقه اللي انت الفرقه دي بتعرف تجيب جون وبتوصل ومش زي بقى ثقافه اللاعب المصري يجيب جون ويريح والتاني ويريح يبقى كده عمل اللي عليه لا ده يعني دي اوروبا دي مدرسه اوروبيه اللي هو بيبقى زي ما بنشوف الدوري بيكسب ثلاثه وبيبقى بيموت عشان يجيب الرابع والاخر دي بيلعب عشان يجيب الخامس تمام فدي طبعا بتبقى من الفرق المقلقه جدا يعني برضو الشيء لافت للنظر يا كابتن علاء فرقه سيمبا عندها ست لعيبه دوليين في منتخب تنزانيا عندها لعيب دولي في منتخب رواندا في لعيب في منتخب افريقيا الوسطى
منتخب أوغندا في ما يقرب من 9 ل 10 لعيبه في التشكيله الاساسيه لعيبه دوليين سواء في منتخب بلدها او في المنتخبات الاخرى. فليه تعمل له حساب طبعا. خلاص افريقيا دلوقتي خلاص عدت. افريقيا كنا زمان لما كنا باللعيبه كنا يعني نقعد يعني رايحين الماتش فلان رح نكسبه ونرجع. لا خلاص النهارده افريقيا عدت يعني فرقه اللي تعمل لها حساب كويس قوي. لكن برضو بتيجي في اوقات انت برضو اسمك كبير يعني النادي الاهلي اسمه كبير ده برضو بيأثر على اداء الفرق اللي قدامه. بس فاعتقد ان برضو الناس عماله تقول مجموعه الاسماعيلي قويه. لا مجموعه الاهلي قويه برضو. هو ده بقى اللي عايز الفت النظر ليه لان الناس كلها بتحكم على اداء الفرق اللي مع النادي الاهلي يا كابتن علاء بالاسامي لكن دول ما تخش في معطيات ونتائج الفرق الفتره الاخيره والسكواد والقائمه اللي موجوده مع كل النادي. انا قريت تعليقات كتير ان مجموعه الاسماعيلي مجموعه الموت وكان النادي الاهلي مثلا في نزهه. لا لا مجموعة صعبة. مجموعة صعبة. حتى بداية نادي الزمالك في مع اتحاد طنجة المغربي اللي هو ذهاب وإياب من أخطر المباريات اللي ممكن تقابلها أي فرقة. لأن ماتش يطلعك بره خلاص. البطولة بالنسبة لك خلصت الماتش رايح وماتش جاي. وبعدين أنت بتلاعب فرقة من المغرب. وبعدين خلي بالك مغرب جزائر تونس كأنك بتلعب مصر. مهما تقول لي اسم النادي حتى لو بيلعب مين. مصر بتلعب. فبيبقى في شحنات جامدة جدا. وحاجة تانية اتحاد طنجة المغربي اللي هيلاعب الزمالك في الكونفدرالية ده اللي فاز على شبيبة الثورة اللي مع الأهلي في المجموعة 1-0 في المغرب بكل صعوبة. وفي الجزائر خسر 2. فهي هي النظام صعب فلازم كل استعداد كويس قوي للبطولات دي. طيب مباراة برضو فرق الجزائر والكرة المصرية وليك باع طويل جدا يا كابتن علاء في المشوار ده سواء مع المنتخب حتى في سنوات سابقة. فريق شبيبة الرياضية الثورة في الجزائر هو تاني الدوري الجزائري بفارق 3 نقاط عن قسطنطينة الجزائري اللي موجود مع الإسماعيلي. فريق جديد وحديث العهد ولسه يعني حديث العهد ما فيش من 10-12 سنة لكن عندهم احتفالية كده ان نفسهم كانوا يقابلوا النادي الأهلي. وأول ما القرعة وقعت الأهلي مع الفريق الجزائري الكل هناك سعيد جدا ان النادي ده لما أنشئ عشان فرصة يلعبوا عملاق إفريقيا نادي الأهلي. بيفكروا بالمقاولين على فكرة. المقاولين برضو لما صعد يعني فرقة مرة واحدة هوب صعد دوري أفريقيا وأعلم النادي الأهلي برضو 0-0 1-1 بس انتوا خدتوا البطولة. ده اتقال كمان ساعتها المباراه الاولى كانت بتاعه الاهلي ولا بتاعه المولين. والماتشين في النادي الاهلي والماتشين كانوا في اتكلمت ساعتها من شتات حتى عشان تغير مجرى التاريخ يقول لك اصل الاتحاد الافريقي ما حددش مباراه الاهلي والمولين الاولى فين والثانيه فين. وحددوها بعد الاهلي ما عمل النتيجه. انا ما شفتش فرحه للكابتن محمود الخطيب بهدف زي الهدف اللي جابه بالانطوان في الماتش ده في المولين العربي اللي هي كانت عملها بوش رجليه الخارجي ده. من احلى الاهداف وفرق جيل سبرنت بفرحه بالجون ده في المباراه دي بتاعت افريقيا اللي كانت مباراه تاريخيه. فهو طبعا الانديه دي طبعا هو نفسه جاب النادي هو اعلن على فكره يعني هو اعلن ان نفسه جاب النادي الاهلي عشان كده بقول لك برضه النادي الاهلي اسمه كبير في افريقيا. الانديه كلها عايزه تلعبه. فلا الماتشات صعبه. انا بقول لك الماتشات صعبه ومجموعه النادي الاهلي مجموعه صعبه. بتتميز المجموعه ان هي مجموعه جماهيريه يا كابتن علاء. في بدايه حديثنا قلنا المجموعه جماهيريه. طبعا. لما بتروح بقى تلعب فرقه مثلا شركات او 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 بتاع يعني بتلاقي الاعداد على الجماهيريه دي بتبقى صعبه. زي الترجي زي الصفاقسي كل ده عندها قدها جماهيريه. فيعني الله يكون في عون بقى النادي الاهلي ان شاء الله التدعيمات اللي هيجيبها دي يكون قادر الفتره اللي جايه على تخطي المجموعه دي. اعتقد ان المجموعه عدم المجموعه دي هيوصل. بس هيوصل ان شاء الله مع الوضع في الاعتبار ان زي ما بيقال المجموعه الثالثه مجموعه الموت. هو المتاهل من هذه المجموعه هيكون في مواجهه المجموعه الثالثه اللي فيها الاسماعيلي او ساعتها بعد التعديل الاخير. لا يعني هو اعتقد الثمان فرق صلاح هيتحطوا في تصنيف وهيتم يعني عمل قرعه مختلفه تماما عن اللي كان الاول مجموعه الثالثه بتقابل المجموعه الرابعه او الاولى بتلعب الثانيه. بس انت وانت متصدر مجموعتك هتبتعد عن مازيمبي هتبتعد عن الترجي هتبتعد عن الوداد الى ان تصل بقى لمرحله السيمي فاينال او الفاينال. لا هي يعني افريقيا السنه دي البطولات بتزداد صعوبه. خلي بالك انت عندك امم افريقيا في شهر 6 يعني عندك دوري وعندك افريقيا زي ما حضرتك بتقول في المواعيد دي وعندك معسكرات للمنتخب ماتشات المنتخب وديه عشان امم افريقيا. عندك زيت الفتره اللي جايه. ما هو الدوري حتى مش هيخلص قبل كاس الامم. لا يخلص فين تتوقع يخلص ولا يخلص بعد كاس الامم؟ لا ما اعتقدش لو يقدر يخلص الا بقى ضغطوه قبل الامم الافريقيه. وانا كان ليا فكر تاني خالص قبل البطوله ان كان معروف من فتره اللي يعني ده لو طب النادي الاهلي كمل في البطوله العربيه والزمالك كمل في البطوله العربيه يا خبر ابيض كان هيبقى صعبه جدا. تمام. فهو كان في فكر كده يعني نعمل موسم استثنائي
نخلص بيه، لان هي مصر بعد كاس العالم لازم يبقى يحصل فيه احلال وتجديد وفكر جديد وتغيير نظام المسابقه، بكون نضحي بالمسابقه دي. تمام. كنت من انصار ان الدوري السنه دي يكون مجموعتين يا كابتن علاء؟ انصار مجموعتين او مفيش هبوط، تريح الانديه. مفيش هبوط؟ ده احنا عايزين نخلص عدد الانديه يا كابتن علاء. ما هي دي انا كان ليها وجهه نظر، ما اعرفش يعني، ممكن تقابل بالرفض وممكن تقابل بالقبول. يعني انت النهارده مش هتنزل، لكن السنه الجايه لما تقول انا مش هنزل السنه دي واللي تحت هيطلع، تمام، هتخليهم 20 نادي، تمام، او 21 نادي، والسنه الجايه هتنزل خمسه، هيبقى الدوري عامل ازاي؟ 16 دوري نار. يعني تضامن السنه الجايه الدوري نار، خمس فرق تنزل استثنى السنه دي، وخلي الناس تكمل براحه، واللي له منتخب واللي يروح افريقيا، واجل زعمل زي ما انت عايز، وتبقى كل المباريات دي اعداد للموسم الناري بتاع السنه الجايه. بس صعب يختم موسم قادم ب 21 نادي او 22 نادي وهو مش عارف يختم ب 18. لا، ما هو السنه اللي بعديها في راحه شويه بقى، مفيش ولا افريقيا ولا، وتبقى عارف راسك من رجليك والدنيا وضحت قدامك، المباريات امتى وده هيلعب في امتى، والبطولات العربيه انت عاد النظر في مشاركتها والحاجات دي كلها. الموسم ده كنت تاخد السلبيات والايجابيات بتاعت الموسم ده وتحطه في الموسم اللي جاي، تعمل موسم يعني. لكن طبعا بتاخد بقى تسويق وحاجات من دي، كان صعب يعني. عدد انديه الدوري في المسابقه من وجهه نظرك عشان يبقى دوري فعلا منتظم ودوري قوي كام؟ من 14 ل 16. يا 14 يا 16، اكتر من كده بيبقى فيه صعوبات، بيفقد يعني جاله العاده اللي بيطلع من تحت بقى 90% منه بيهبط تاني. فانت بتخليه 14 بقى عشان يبقى اللي يطلع ده هيطلع صح يا ما يطلعش. راجعين 14 16 لان احنا ما بنعرفش يعني، مع احترامي، ننظم احنا في اوروبا. اوروبا بتروح تلعب في كاس اوروبا، بيروح يلعبوا في انديتهم محترفين، وبيلعب الدوري العام خميس جمعه او جمعه سبت، ماتش واحد يوم الاحد، وبيروح يلعب في اوروبا وبيرجع، دوري منتظم. احنا النهارده لغايه دلوقتي مش عارفين يعني ننظم، يعني في دربكه، في دربكة في مواعيد المباريات. يعني هي مباراة انبي حتى المؤجلة كان ليها ميعاد سابق، بعد كده كانوا بيفكروا يحطوها ما بين مباراة فيتا ومباراة شبيبة الجزائر، لكن للأسف التوقيت بقى ضيق جدا. انت تلعب مباراة 12 وبعد كده تلعب مباراة 19 في الجزائر، فصعب تلعب يوم 15. ففي اتجاه حتى لتعديل مباريات المقصة بعد كده بدل ما يبقى 27. الحاجات دي كلها لازم يبقى محطوط معمول حسابها ومعمول يعمل ايه. لكن انت يجي وقت يقول لك ايه، اصل هنأجل المباراة دي عشان طبعا الأمن. الامن دلوقتي تحت بند اي حاجه. الامن، طب ليه تاجل؟ ليه ما تلعب؟ ايه المشكله؟ يعني النادي اللي داخل في بطوله لازم يعرف ان البطوله الرئيسيه بتاعته الدوري، يبقى عامل حسابه ان هو عنده الامكانيات اللي تؤهله اللي هو يلعب في الدوري ويلعب في البطوله دي ويلعب في البطوله. مش عايز انسحب، مش مجرد ان انا اخش، مجرد انا لا اجلوا لي ده انا داخل في افريقيا، ده داخل بطوله عربيه، داخل. لكن اللي بيعاني الدوري المصري. طيب اختم معاك الحوار يا كابتن علاء بالمنتخب الوطني. اتكلمت في سياق الحديث على المنتخب، ومقتنع حضرتك بشكل الجهاز الفني الجديد، باستراتيجيه اختياراته، بالشغل اللي بيتم في الفتره الحاليه. شايف اجيري مع المنتخب الوطني في الفتره القادمه ممكن نوصل لفين؟ نروح ازاي؟ هنوصل بس مش في الوقت السريع. هنوصل بس مش في الوقت السريع، مش في الوقت اللي احنا فيه ده. هياخد وقت، لازم ياخد وقته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده احنا حطينا تحت ضغط البطوله الافريقيه اللي جايه في شهر 6، وعلى ملعبنا، وجمهور المصري لا يقبل ان شاء الله يكون التنظيم من نصيبنا باذن الله. ماشي بقى، برضو دي هنتكلم فيها. بنتمنى هذا، لكن برضو لازم نحط في اعتبارنا. احنا كل واحد يقول لك ايه، يا رب اركب العربيه الحلوه دي. طب لما تركب العربيه الحلوه دي صيانتها بكام؟ وهتحط فيها بنزين بكام؟ وهتعمل ايه وايه مساوئها؟ نتكلم فيها. لكن النهارده انت حطيت الراجل تحت ضغط، جمهور المصري لا يقبل ان انت تلعبها في مصر البطوله ما تاخدهاش. هل انت النهارده فنيا جاهز تاخد البطوله دي بالاداء اللي احنا شفناه؟ الراجل بيجرب لسه، وبيركب ده وبيحط ده وبيشيل ده وبيدخل ده لسه في مرحله التطوير لسه. بس انا بشجعه على هو يعمل كده، لان فعلا احنا محتاجين نغير القماشه بتاعت المنتخب الفتره اللي فاتت. تمام. فالوقت دلوقتي ضيق، دوري مضغوط، انديه بتلعب في الافريقيا وبطوله عربيه، لازم ياخد وقته كويس قوي، ومش هتقدر تديله بسبب الضغوطات بتاعت المباريات دي وحسب الاجنده المتاحه. فانت النهارده حطيت الراجل تحت ضغط،
اللي انت اعمل لي فرقه في اسرع وقت عشان هنلعب هنا اهو، مع طبعا تحفز جماهيري واعلامي اللي انت المباراه البطوله اللي لعبنا بالظبط. اذا كنا احنا بنوصل للنهايه بره ما بيعجبناش وعندنا طموحات، يقول لك يا سلام نوصل كاس عالم يعني ان شاء الله يحصل اللي يحصل. اول ما تحط اول ما تقرب من السفر وانت داخل على المطار كده تبتدي نغمه ايه، لا ده احنا عايزين نخش البطوله. واخد بالك؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه نتكلم فيها بكل صراحه، تنظيم البطوله طبعا خلاص الوقت صح؟ لا اتفضل. هو اخر سؤال. الرئاسه طبعا دام الاتحاد تحرك في هذا الموضوع يبقى هم واخدين اوردر من الناس المسؤوله في البلد، المسؤوله على البلد اللي تحرك في هذا الموضوع، ما يقدرش الاتحاد يعمل كده. لكن هذا الموضوع دلوقتي انت النهارده الاهلي وبيراميدز مش هتدخله جمهور يوم الجمعه صح؟ مفيش جمهور. طب انت النهارده 24 فرقه هتستقبل جمهورهم اكيد من حقهم، تمام؟ عندك 12 ملعب، لو قلنا كل فرقه او كل فرقتين في ملعب تمرين يبقى عندك تامين 12 ملعب، فرقه تتمرن مره والفرقه تتمرن مرتين والفرقه اللي عندها زيادات والحاجات دي كلها تقدر، رؤساء البعثات اللي هيخرجوا هنا وهنا والجمهور اللي هيخرج هنا وهنا وهنا. هل انت عندك القدره والاستعداد في الوقت الحالي تسيطر على كل هذا؟ اتمنى لا تبقى نقله ثانيه خالص بالنسبه لنا بعد كده اكيد باذن الله. لكن لو في قلق من جوال ان انا نفسي ان احنا نبقى احسن واحسن، بس في قلق اكيد ان شاء الله الجاي احسن باذن الله يا كابتن علاء، والمقياس اللي موجود في الدوري الحالي ما يكونش هو الصوره المنعكسه في كاس الامم باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن علاء نبيل المدير الفني الاسبق لنادي المقاولون العرب، بشكرك شكرا جزيلا هذا الحوار وكل التوفيق لك يا رب في المرحله القادمه. شكرا جزيلا. كان حوار مهم جدا وشيق مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني الاسبق لنادي المقاولون العرب، القينا الضوء على التجربه في قياده المقاولين العرب في الفتره السابقه والنتائج السلبيه نتيجه سوء الحظ في فتره مع فريق المقاولين في الدوري العام، ثم الحديث عن النادي الاهلي والمباريات الافريقيه خلال الفتره القادمه. تلك هي ختام الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله مع الكابتن علاء نبيل، لكن بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين والفقره الحواريه الثانيه مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين الكابتن ابو المجد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية تانية من الأهلي الليلة. امبارح كان معانا واحد من نجوم منتخب مصر اللي حققوا البرونزية عام 2001 منتخب كابتن شوقي غريب، وهو الكابتن محمد اليماني، وتكلمنا معاه عن المنتخب وتكلمنا على كمان على الإنجازات اللي حققها سواء مع منتخب مصر للشباب أو في مسيرته الاحترافية. النهاردة مكملين أيضا مع واحد من نجوم مصر اللي كانوا مشاركين في نفس الإنجاز برونزية الشباب 2001 مع الكابتن شوقي غريب نجم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن أبو المجد مصطفى. ازيك يا كابتن؟ كابتن عمر عامل ايه؟ أهو حضرتك ايه؟ تمام يا حبيبي الحمد كله لك. تمام؟ الحمد لله منور يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. امبارح كان معانا ربنا يخليك كابتن انا اسعد طبعا، وامبارح كان موجود معانا الكابتن اليماني طبعا واتكلم معانا على المنتخب، لكن يعني قدر جميل جدا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده علشان نكمل قبل ما نروح للحوارات الفنيه وراي حضرتك في الاهلي والمباراه القادمه. عايز اعرف منك كده يعني تجربه المنتخب، وعايز اسالك سؤال في يعني حصل في الارجنتين. دايما بعد مباراه مصر والارجنتين واللي خلصت نتيجه كبيره لصالح منتخب الارجنتين، بعديها كان كل جمهور الارجنتين اللي كان بيبقى موجود في الملعب لو الكوره ما جاتش الاثنين ابو المجد مصطفى ومحمد اليماني كان بيزوم على اللعيبه. ليه بقى السبب؟ مفيش، بس طبعا انت رجعتنا لذكريات جميله جدا. طبعا واحد طبعا من اهم المحطات اللي الواحد اكيد اتحط فيها، ومن الحاجات الانجازات اللي الواحد بتشرف ان هو حققها على النظير الدولي. يعني طبعا كان احنا طبعا كان الامور كانت صعبه جدا بعد الماتش الارجنتين، طبعا هزيمه لحد قال لكم يا كابتن تجيبوا جون في يوم الاول، حد قال لكم تجيبوا في يوم الجون الاول؟ المشكله انت عارف المشكله بس في الماتشات الكبيره لما تيجي تجيب جون بدري وفرقه كبيره
بيحتاج بس ان انت بعد ما تجيب الجول لازم يعني تمسك نفسك شويه. احنا مشكلتنا ان يعني في احنا جبنا جول بعديها على طول جابوا التعادل بعديها على طول راحوا جايبين الجون كان سافيولا بقياده سافيولا كان اعظم لاعب في منتخب الارجنتين واللاعب اللي لعب لبرشلونه وريال مدريد بالظبط. فهي دي كانت بس هي مشكلتنا في المباراه. احنا الحمد لله كنا بنلعب كل المباريات ان احنا عايزين نكسب. احنا مش رايحين نأدي اداء مشرف او ان احنا نوصل لدور معين، لا بالعكس احنا كان طموحاتنا ان احنا لازم نحقق حاجه، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا يعني المجهود بتاعنا وان احنا نوصل نعمل حاجه محترمه للجيل دوت وللبلد في الفتره ديت. فيمكن هي المشكله ان احنا الفتره ديت كنا انا واليماني يمكن من الناس اللي هي كانت ليها لغه شويه مع الجمهور. كانوا بيحبوا لعبكم بالظبط. يعني لا حتى يعني الجمهور لما كان حد بيشاور لك او بيكلمك فانت كنت بتتفاعل معاه، فهم ما يعرفوش حد فينا يعني ما يعرفوش، فهم بالنسبه لهم ان لعيب بيشاور لهم او كانت حاجه طبعا كويسه. كانوا على طول بيشجعونا بشكل كويس. كانوا من بعد المباراه ديت احنا الحمد لله قدرنا نقنع الناس او المجموعه اللي كانت موجوده ان المنتخب مصر منتخب محترم. بعد الهزيمه ديت حته ان انت تكسب وتوصل للادوار النهائيه بعد كده ديت كانت يعني صعبه جدا على اي حد. ازاي الناس ديت خرجت من الاحباط اللي كانوا فيه بعد النتيجه ديت. فيمكن ديت من حاجات الايجابيات الحمد لله اللي كابتن شوقي غريب في الفتره دي اشتغل عليها بشكل كويس. اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، كانوا رجاله. الجيل بتاعنا فيه ميزه ان احنا ما كناش بنخاف وما كناش بنقلق، وكان عندنا ثقه في ربنا طبعا وثقه في نفسنا ان المنتخب بتاعنا منتخب محترم ومنتخب كويس، والمجموعه اللي كانت موجوده فيه على قد المسؤوليه ومجموعه مميزه، وكانت فعلا تستحق ان هي الجيل دوت كان يبقى ليه شأن كبير جدا بعد البطوله في مصر. لكن بقى الظروف وان المنتخب برضو تكمل بالمنتخب الاولمبي طبعا، وفي عناصر دخلت جديده وفي عناصر مشيت، فيمكن ده اللي عمل دروب شويه للجيل. لكن انا سعيد جدا ان انا كنت ضمن الجيل المحترم باللعيبه اللي كانت موجوده بالاسماء اللي كانت موجوده. احنا الحمد لله كلنا صنعنا اسمنا بنفسنا طبعا بمساعده الناس اللي وقفت جنبينا، اذا كان كابتن شوقي او المدربين بتوعنا في الانديه. فالحمد لله يعني دي كانت محطه مهمه جدا بالنسبه لنا، والحمد لله قدرنا نحقق حاجه كويسه. طيب انا هفضل معاك شويه في المرحله الخاصه بالمنتخب الشباب، عايز اعرف استعداداته ازاي، يعني استعدادات المنتخب، المعسكرات. اكيد حضرتك فاكر المعسكرات والايام الجميله اللي مش ممكن تنساها مع مجموعه من اللعيبه اللي قبل بقى ما يبقوا نجوم، كنتوا لسه شباب صغير عندكم طموحات واحلام. بدأتوا امتى الاستعداد واستعدتوا ازاي؟ والسؤال الثاني اللي مرتبط بفتره الاعداد، كنتوا تتوقعوا ان انتوا ممكن تكونوا ثالث العالم، ولا هو الموضوع كان هنروح هنلعب على المكسب لكن ممكن نوصل لدور 16 او دور الثمانيه، لكن ثالث عالم دي ما كانش حد بيحلم بيها ابدا. طيب يعني واحده واحده، احنا كنا المفروض ان احنا اتجمعنا بدري جدا الحمد لله قبل البطوله تقريبا بحوالي سنتين وشويه. تمام. تقريبا من 98 يعني في اواخر 98 بدانا، يعني كابتن شوقي بدا يشوف المواليد ديت في كل مصر. اتعمل معسكرات كتيره جدا في استاد القاهره في الفندق المنتخبات، اكيد طبعا انت عارفه. طبعا طبعا. فكابتن شوقي غريب شاف كل الناس، ناس كتيره جدا كانت معانا، لعيبه مصر كلها اللي كانت في الجيل ديت خدت فرصها وكانوا موجودين لغايه لما طبعا كابتن شوقي اكيد في شغله ظبط الهيكل واستقر على المجموعه اللي ممكن تبقى موجوده. برضو الميزه ان احنا كنا واخدين الامور خطوه خطوه. احنا ده شيء مهم بالظبط. طبعا حته تكوين المنتخب
دي كانت خطوه. حته الاستعداد والماتشات اللي انت كنت بتلعبها دي برضو اديتك تقلك بشكل كويس. انت كنت بتلعب مع منتخبات قويه، بتلعب مع اعمار سنيه اعلى منك واكبر منك. احنا كنا في اوقات بنلعب ماتشات مع فرق دوري ممتاز، احنا كنا صغيرين. فكان كابتن شوقي كان على طول مصر ان انت تلعب مع حد اقوى منك، عشان لما توصل للمراحل او المرحله اللي انت تبقى موجود فيها مع المنتخب يبقى ما فيش رهبه، يبقى انت عندك ثقه، يبقى انت الموقف دوت تتعدى عليك. فتعامل معانا الحاجات دي كلها خلال الفتره اللي كان فيها اعداد للمنتخب. الدوري بتاع الناشئين في الفتره دي كان قوي جدا. انا فاكر طب انا هاخد من سؤال حضرتك اللي حضرتك قلته ان دوري الناشئين كان قوي، قبل ما نروح للطموح هل كنت تتوقعه؟ طيب هل في لعيبه تقدر تفتكرها كانت موجوده معاكوا لكنها ما سافرتش وبعد كده بقى نجوم؟ هل ممكن ولا كابتن شوقي لم كل النجوم اللي ميدو كانوا موجودين؟ يعني اقرب حد كان ميدو، احمد حسام ميدو. ميدو هل تاثر بتجربه السفر والاحتراف ولا ما كانتش ليها دعوه، كان موجود في مصر؟ هو ميدو كان موجود معانا بعد ما اول تجربه احتراف ليه كان موجود معانا في بطوله افريقيا افريقيه. وبعد كده هو دخل في الاحتراف ولعب في نادي جنت البلجيكي بالظبط. فكانت الامور تقريبا في الوقت ده صعبه جدا ان هو يسيب النادي ويرجع للمنتخب فدي كانت يعني كان من اللعيبه اللي هي كانت موجوده معانا وما لعبش معانا نهائيات. غير كده كل الكابتن شوقي اخذ كل اللعيبه اللي ممكن يعني هو على ما اذكر كل الناس اللي ظهرت على الساحه في الفتره ديت من الجيل بتاعنا كانوا موجودين في المنتخب. الطموح بقى كابتن كنتوا يمكن برضو محمود فتح الله كان من الناس اللي ما انضمتش، لكن بعد كده بقى نجم طبعا، واحد من نادي الزمالك ولعب في منتخب مصر وصح حقق بطوله. طيب الطموح بقى والحلم يا كابتن دلوقتي انتوا مسافرين، هل في دماغكم ان انتوا هتحققوا ميداليه برونزيه او تكونوا من اقوى ثلاث فرق في البطوله، ولا كان الموضوع هنوصل لابعد مدى واكيد هيكون انجاز وشرف للكره المصريه؟ زي ما قلت لك في البدايه هي الطموحات بتيجي من شغلك. تمام. احنا من بدايه تجميع المنتخب واحنا زي ما قلت لك واخدين الموضوع خطوه خطوه. تمام. خطوه الاعداد، خطوه تكوين الفرقه، افريقيه. يمكن احنا طموحنا زاد بشكل كبير جدا بعد افريقيه. المنتخب بتاعنا حسينا ان احنا الحمد لله فرقه تقيله، حسينا ان احنا لا نقدر نكسب اي حد. احنا الماتشات حتى اللي احنا عملناها في الاعداد كانت مع المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا، فكان مع منتخبات كبيره. فاحنا لما كنا بنلعب مش حاسين ان في فروقات، حاسين ان احنا افضل. معظم الماتشات كنا بنعمل فيها نتيجه ايجابيه وبنكسب، وكان بيبقى الاداء كمان اداء عالي. فيمكن دي الحاجات اللي زودت عندك الطموحات، ان انت بتلعب فرق كبيره وتحقق نتيجه ايجابيه، فانت ليه لا لما تروح كاس العالم ما تحققش او ما تعملش انجاز ليك يتضاف لك في السي في بتاعك. دي كانت من الحاجات اللي هي زودت عندنا طبعا الطموحات. زي ما قلت لك احنا كان الحمد لله برضو ربنا انعم علينا ان الجيل بتاعنا مرتبط قوي ببعض. طيب انا عايز اقفل وقافل على نفسه. طيب الخوف اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه وتقول ان انتم ما كنتوش بتخافوا من حد. طيب مباراه هولندا لويس فان خال واقف على الخط، تمام، وهو مدير فني سابق لنادي برشلونه. فاكر المحاضره؟ ممكن لو فاكر اجزاء منها. ازاي كابتن شوقي اتكلم على تيم هولندا، نتكلم على هونتلارد، نتكلم على روبن، نتكلم على النجوم في منتخب هولندا دلوقتي من احسن اللعيبه اللي موجودين في العالم وحققوا انجازات سواء على صعيد الانديه او على صعيد المنتخبات. ازاي لما كنت تلعب على الخط باك رايت وشاف لويس فان خال قدامك ما كانش في رهبه، ما كانش في خوف؟ هل شخصيه لاعب كره القدم او الشخصيه منتخب الشباب 2001 كانت هي دي الفارق في المباريات الكبيره؟ هو بص يعني كان في حاجات احنا
كابتن شاور اشتغل عليها من زي ما قلت لك من اول ما عمل المنتخب. ان انت لما بتنزل اي ماتش او بتلعب اي فرقه او ايا كان مستوى او كده, هو بيوصلنا ان انت تركيزك الكامل جوه الملعب, بتعمل اللي اتطلب منك, بتحاول تنفذ. كابتن شاوي كان مدينا, كان في الاداء بتاعنا مرونه كبيره جدا في الجزء الثاني من الملعب, في يعني كان بيدينا الحريه في نص الملعب. بالظبط, يقول لك عدي نص الملعب, اعمل اللي انت عايزه, او مش اعمل اللي انت عايزه يعني ابدا اعمل شغلك, ابدع العب كورتك, ما تقلقش ما تخافش. فزي ما بقول لك كان الفكره ان هو وصلك لمرحله ان انت لما بتيجي تلعب اي حد ما بتبصش هو مين, وده ما بيأثرش فيك. ودي شخصيه اثرت علينا كلاعيبه في الملعب, يمكن عشان لعبنا كلنا الدوري دولي بدري, ولعبنا كان معظمنا اتصعد حتى في الفتره ديت فريق اول او قبل كاس العالم, كان معظمنا كان بيلعب في الفرق الاول بتاعت الانديه بتاعته. يمكن انا لعبت, انضميت للمنتخب وانا لسه كنت في شارع الدخان. كنت بلعب في الفريق الاول, كنت بحتك بالسن الكبير, وبحتك بلعب دوري قوي جدا اللي هو الممتاز بيه, ومع نجوم. يعني مع نجوم انا اتصعدت في الفتره اللي كان فيها كابتن خالد جلال كان لسه بيلعب طبعا, فكانت حاجه طبعا فادتني بشكل كبير جدا. اكيد اكيد. ومعظمنا زي ما بقول لك رضا شحاته كان من اول الناس اللي لعبت دوري ممتاز في الجيل بتاعنا. طيب عايز اروح للشخصيه وشخصيه اللاعب الناشئ. يا كابتن حضرتك مدير اكاديميه وادي دجله للبراعم فرع 6 اكتوبر, واكيد نادي وادي دجله واحد من الانديه اللي بتعرف تطلع ناشئ, والاستعانه بالكابتن ابو المجد مصطفى في حته هو عاشها وخاضها وحقق فيها انجاز اكيد حاجه بتعود بالايجاب على الناشئ الصغير. ازاي يا كابتن ابو المجد ازرع شخصيه قويه في اللاعب الصغير في السن علشان لما يتصعد ويبدا ان هو يمر مرحله الناشئين يفيد ناديه ويفيد منتخب بلده ويسهل الموضوع بشكل كبير على المدير الفني اللي بيدربه؟ طبعا يعني في البدايه ان وادي دجله من اكثر الانديه في مصر مهتمه بالقطاع الناشئين او بقطاع البراعم في مصر. يعني احنا شايفين التجربه اللي موجود فيها وادي دجله دلوقتي بالفرقه الموجوده بالمدير الفني الموجود, عاملين حاجه محترمه جدا, ويمكن حاجه تضاف لاداره وادي دجله ان ما تأثروش بالنتائج, ما تأثروش بالمستوى اللي كان في بداية الموسم مع المدير الفني أو مع الفرقة. احنا شفنا الفكرة ان انت لما بتلاقي المدرب بيشتغل بشكل محترم, بتلاقي المدرب ليه شخصية, والشخصية ديت بتنعكس على اللعيبة والأداء بيختلف, لازم تصبر عليه ولازم تديله الثقه ولازم تسنده بشكل كبير جدا, ودي حاجه تحسب لهم طبعا. طبعا فكره الناشئين في مصر او فكره ان انت تاثر في اللعيب من صغره دي حاجه مهمه جدا, ولازم مش اي مدرب بيقدر يتعامل طبعًا فيها او يقدر طبعًا او يقدر يشتغل عليها. اصعب شغل يا كابتن, شغل الشباب والبراعم. بالظبط, بالذات البراعم. فانت في البدايه انت لازم تشتغل على المدرب الاول قبل اللعب, ان انت لو هيأت للمدرب طريقته وشغله الفني وهيأت له الجو اللي هو يقدر يشتغل فيه ويقدر ينتج منه, ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. اللعيب من صغره بيتاثر بشكل كبير جدا بشخصيه المدرب او بشخصيه الراجل اللي بيتعامل معاه, ويبدأ يتكون بشخصيته من خلال التعامل مع المدرب بتاعه, ودي حاجة مهمة جدا, ودي حاجة احنا في وادي دجلة بنحاول ناخد بالنا منها وبنحاول ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير جدا. ويمكن برضو نادي الاهلي اللي انا اعرفه ان هو بيشتغل على الشخصية ديت من بدايه الولد اللي بيبدا لسه في المراحل التعليميه بتاعته, بيبدا يكون في شخصيه البطل, وبيبدا يكون في شخصيه النجاح.
فدي حاجة مهمة جدا ودي بتفرق كتير جدا. يمكن أنا اتكلمت هنا برضو من فترات بعيدة إن سبب من الأسباب إن النادي الأهلي مستواه بيبدأ يتراجع عشان إحنا ما خرجناش حد قوي بقالنا فترة من تحت. وليه؟ إن أنت كل الناس اللي فرقت مع النادي فرقت مع أولاد النادي. بس يا كابتن دي بالظبط، يعني أنا عايز أقول لحضرتك دلوقتي الوضع، يعني رمضان صبحي من ناشئين النادي الأهلي، نصر ماهر من شباب النادي الأهلي، يعني سعد سمير، رامي ربيعة، فبرضه الموضوع اختلف تطور عن زمان. يعني أنا بتكلم على يعني الفترة الأخيرة النادي الأهلي بدأ إن هو يعني يستعين ببعض اللعيبة اللي موجودين في قطاع الناشئين، وأنا أعتقد إن الموضوع يا كابتن دلوقتي بقى في الحسبان بسبب وجود كابتن عادل عبد الرحمن مع فريق الشباب، وجود كابتن فتحي مبروك في قطاع الناشئين، وكابتن خالد بيبو في الأكاديميات. فهل حضرتك شايف إن هو ده سبب إن ممكن النادي الأهلي لو اهتم بالشكل بقى القوي جدا 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 بقطاع الناشئين ممكن يستغنى عن التعاقدات بالمبالغ الرهيبه اللي احنا بنشوفها في كره القدم السنه دي والموسم الماضي؟ يعني بالتاكيد كلامك طبعا صحيح 100%. زي ما قلت لك النادي الاهلي بيفرض شخصيته على الناشئ من بدايه ما بيدخل النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا. احنا لما شفنا في الفترات اللي كان لسه حسام عاشور بيطلع، كان لسه اسامه حسني بيطلع، كان لسه اي حد كان موجود في الفترات، حسام غالي وائل متعب انا وابو مسلم كل الناس ديت بتتاثر بشخصيه النادي الاهلي. صح. وبيبقى عارف دوره وايه المطلوب منه والطموحات اللي بتتحط عليه والضغوطات اللي بتتحط عليه، يمكن ديت بتبقى موجوده عند الناشئ، ان الناشئ مطالب ان هو يكسب كل البطولات، مطالب ان هو يأدي باحسن اداء في النادي الاهلي. فدي حاجه مهمه جدا زي ما انت ما قلت، هتفرق بشكل كبير جدا. ابن النادي الاهلي بيبقى ليه الاستمراريه بشكل كبير جدا في الفرقه، وبيبقى مع احترامي اللي انا شايفه بيبقى روحه اعلى من اي حد ممكن تجيبه من بره، هو حاسس بالقيمه اللي موجود فيها، هو متربي على كده. فبالنسبه له انا عارف القيمه اللي انا بتعامل فيها، ببقى عارف الناس او المجموعه اللي معايا احنا بنشتغل ايه وهدفنا ايه وطموحاتنا ايه. انت بتلاقي الناشئ طالع هدفه مكسب، هدفه ان انا احقق بطوله، هدفه ان انا احقق حاجه للنادي. فدي حاجه مهمه جدا. احنا بناخد وقت كتير جدا مع اللعيبه اللي بتيجي من بره النادي الاهلي، ان بيبقى لعيب مميز قوي ولعيب كويس قوي، لكن هو يعني ما ترباش برضو على حته البطوله. فده ممكن بياخد وقت شويه عقبال ما بيخش في الاجواء بتاعه النادي والطموحات اللي بتطلبها منه النادي. فيمكن هي دي اللي اثرت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي انا رايي ان هو ضم لعيبه كتيره. طب قبل بقى ما نتكلم في الضم، عايز اعرف راي حضرتك في الاهلي في عام 2018، النهارده 2/1/2019، قبل ما نروح للعيبه رايك في التعاقدات، وعايزين نتكلم على مباراه بيراميدز شويه. عايز اعرف راي حضرتك في الاهلي في 2018، حقق بطوله الدوري، بطوله افريقيا بيخسر للعام الثاني على التوالي، حضرتك واحد من اللعيبه اللي حققوا بطوله لقب دوري الابطال، فعايز اعرف تقييمك وبعديها نروح للتعاقدات اللي الاهلي اتمها في 2018. تمام. يعني برضه هنرجع للنقطه اللي انا نهيت بيها، ان المجموعه اللي كانت موجوده ما تعرضوش للضغوطات العاليه في المنافسه او في الجمهور او ضغط البطوله. طبعا كان الناس اللي كانت شكلها كويس او الناس اللي كانت واقفه على حيلها في الفتره ديت، الناس اللي هي عندها الخبرات اللي اتعملت تحت الضغط دوت، ويمكن ده اثر بشكل كبير جدا على
الأداء وعلى تحقيق البطولة وخروجنا طبعا في النهائي في التراجي هناك، وانت عامل نتيجة إيجابية هنا. يعني ما ظنش النادي الأهلي لو في حالته بالنتيجة اللي اتعملت في القاهرة هنا كان ممكن يطلع بالشكل دوت في تونس. فيمكن دي كانت من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، ان انت اللعيبه اللاعب عامل عليه عامل كبير جدا، ولازم يبقى بمواصفات معينه يقدر يتعامل في المواقف اللي زي ديت، ان النادي الاهلي طول عمره بيتعرض للمواقف ديت. تمام. ويمكن قبل البطوله ديت ببطولتين ثلاثه النادي الاهلي كان بيبقى عامل نتائج سلبيه هنا في القاهره وبيروح يكسب بره. تمام صح. ويمكن احنا كسبنا بطولتين بره في تونس وحققنا البطوله واحنا خارج، واحده مع الصفاقس واحده مع الترجي التونسي. لكن زي بالظبط، لكن دوت يرجع طبعا لنوعيه اللعيبه اللي كانت موجوده، شخصيه اللعيبه اللي كانت موجوده، فدي كان عامل مهم جدا. كان هو ده اللي عمل الدروب الفتره اللي فاتت. طيب عايز اعرف رايك في التعاقدات اللي الاهلي تعاقد معاها بعد الدروب اللي حصل في افريقيا والضغوطات اللي حضرتك اتكلمت عليها. هل حضرتك شايف ان الصفقات الحاليه، مع العلم ان لسه يناير شغال ولسه فتره التعاقدات مستمره، هل حضرتك شايف ان بالخمس لعيبه اللي الاهلي تعاقد معاها، خمسه، انا بقول ان صالح جمعه واحد من اللعيبه اللي الاهلي هيأيدهم في يناير، وبالتالي يعني بحسبهم مع اللعيبه اللي الاهلي هيستفيد منهم بدايه من الموسم ده، هل حضرتك شايف ان الخمس لعيبه دول ان شاء الله قادرين على سد الفجوات او الثغرات اللي موجوده في النادي الاهلي؟ يعني بالتاكيد هم هيضيفوا النادي الاهلي طبعا بشكل كويس، خاصه طبعا رمضان صبحي طبعا من ولاد النادي. طبعا هو خد تجربه احتراف ورجع، يعني اظن ان هو هيفرق بشكل كبير جدا في الجزء التلت الاخير اللي هو الجزء الهجومي بتاعنا. ويمكن دوت برضو كان من الحاجات اللي كانت مأثرة بشكل كبير جدا على النادي الاهلي في الفتره الاخيره، الجزء اللي هو تحت الفرويد. متهيألي رمضان هيقدر يحل كويس. متهيألي طب يا كابتن انا هقول لك على حاجه، يمكن انا عايز اقول لك ان الجزء الخاص بالنادي الاهلي متاثر شويه بالبلاي ميكر. هل صالح جمعه ممكن نقول ان هو لو في الحاله الطبيعيه اللي معروف بيها صالح جمعه هو ده اللي ممكن يشد تيم النادي الاهلي وممكن يكون نقطه فارقه في التلت الاخير للنادي الاهلي سواء للاطراف او للراس الحربة؟ بص انا من الناس اللي مقتنعه مليون في الميه بامكانيات صالح جمعه. وصالح عنده كاريزما كده او شخصيه بتاعت البلاي ميكر اللي ينجحك. لكن كل الامكانيات بتاعت صالح جمعه ديت لو اشتغل عليها بجديه واشتغل عليها بتركيز وبدا يبقى مركز اكتر من كده، متهيألي هيفرق بشكل كبير جدا. انا من الناس اللي بحب طريقه لعبه. من اللعيبه اللي انت تقدر تلعب له وتحط له الكوره تحت ضغط وما تقلقش ان ممكن الكره تقطع منه. عنده حلول، عينه بيبقى شايف الناس كلها. يقدر يوصل المجموعه اللي قدام بشكل جيد جدا. لكن زي ما انا ما قلت لك، لازم ياخد الامور بجديه. لازم يهتم بنفسه، لازم يحافظ على نفسه. الفترات اللي فاتت لازم يعتبرها ان ده كان درس، ودرس قاسي عليه. لازم اتعلم منه، ما تفرطش في الفرصه اللي جات لك. مهم جدا ان انت تحس بالقيمه اللي انت موجود فيها، وتحس بقيمه ان النادي الاهلي رجعك او تحمل اي انتقادات. مظبوط. اي انتقادات تمت الفتره اللي فاتت عليك، فلازم تبقى على قد المسؤوليه. وان شاء الله انا حاسس ان هو باذن الله هيفرق الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. نفس الكلام انا عندي محمد محمود.
من اللعيبه الصغيره اللي يقدر كل الناس يا كابتن متفق عليه ومتفق على اخلاقه ومتفقين على امكانياته وبيقولوا ان هو واحد طبعا مهم جدا مهم مزبوط. جدا اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي يكون عنده شخصيه ما يقلقش من حد يبقى ليه اسلوب لعبه وطريقته وشكله لازم يمشي في الاطار بتاع النادي الاهلي وانا شايف ان محمد محمود من اللعيبه اللي عندها الشخصيه اللي تقدر تجيد في المكان دوت وتقدر تحقق الفرق مع النادي الاهلي لكن بص عمر يعني انا وجهه نظري ان المجموعه ديت لازم تخش واحده واحده يعني ما تستعجلش عليهم طيب هناخد من كلامك نروح لبيراميدز يوم الجمعه دلوقتي مين من اللعيبه اللي حضرتك شايفها اللي الاهلي تعاقد معاهم ممكن يكون موجود في المباراه وممكن يكون ليه دور ايجابي من وجهه نظري طبعا من الخمسه اللي موجودين واحد بس رمضان صبحي مع انه اقل يعني اقل جاهزيه من محمد محمود ومحمود وحيد يعني محمد محمود لسه لاعب مباراه من اربع خمس ايام ضد فريق الجونه وكسب مع دجله تمام محمود وحيد نفس الشيء مع المقصه فحضرتك فضلت وجود رمضان صبحي على الاثنين اللي رجليهم في الملعب طيب عايز اعرف الاسباب اللي خليتك تقول ان رمضان صبحي هو الاجهز وهو اللي ممكن يكون الوحيد القادر على اللعب في مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه اللي جاي طيب فكره تاقلم مع الفرق ان رمضان مش غريب رمضان مش غريب تمام رمضان معظم الناس الموجوده معاه موجوده في النادي الاهلي لعب معاها رمضان مش هياخد وقت ان هو يحفظ تحرك مثلا وليد سليمان مش هيقدر يحفظ تحرك مثلا طيب هل لعبه في المنتخب مع لعيبه النادي الاهلي وهيكون ليه دور ايضا في الموضوع اللي ازاي يفهم اللعيبه او مش هياخد وقت في التاقلم او هيبقى عارف تحركات زمايله ازاي بالظبط مروان محسن وليد سليمان بالظبط نتكلم على باقي اللعيبه اللي موجودين معاه بالظبط يعني ده حاجه مهمه جدا طبعا انت اشرت ليها ان هو مش هياخد وقت في التاقلم مع المجموعه ديت ان هو كان قريب منهم الفتره الاخيره ديت في المنتخب عنده شخصيه رمضان صبحي يقدر يكون موجود ويؤدي بشكل كويس رمضان من الناس اللي هي تقدر تحقق الفارق في الفتره ديت مع النادي الاهلي ما تقلقش ان هو لسه جاي او هو لسه مش جاهز لكن ممكن انا اقدر اوزع ممكن ما اقدرش يعني ما ادلوش البدايه يبقى موجود معايا اقدر انا اوظفه في 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 الوقت في الـ في الـ في الـ في المركز في في الحاجات ديت اقدر ان انا اشتغل عليه لكن انا بقول لك يعني من وجهه نظري الوحيد اللي هو يقدر في الفتره دي ان هو ممكن يكون موجود في مباراه بيراميدز طيب فنيا بقى هنروح للمباراه ونتكلم عنها شويه احنا المباراه قويه طبعا فريق بيراميدز من الفرق القويه اللي بتادي بشكل كويس سواء مع قياده فنيه اجنبيه او تحت قياده فنيه مصريه كابتن حسام حسن لكن بيراميدز قوي بسبب التدعيمات اللي دعمها بدايه من الموسم الحالي واي فريق ضد النادي الاهلي بيكون عنده لعيبه قويه بنعتبر ان المباراه مهمه سواء الاهلي بيراميدز الاهلي وام بي الاهلي وبتروجيت الاهلي والمقصه الاهلي وسموحه كل دي مباريات قويه قوي. جدا فعايز اعرف من حضرتك رايك الفني في المباراه وايه السيناريو اللي ممكن نتوقعه انا وحضرتك ان المباراه تسير في النحو اللي هيكون ماشي فيه طبعا زي ما قلت ان المباراه هتكون مباراه قويه جدا طبعا فريق بيراميدز زي ما انت قلت فرقه محترمه معاهم مجموعه من اللعيبه على مستوى عالي طبعا عندهم طموحات عالية طموحات ان هو يحقق بطولة فده دي انا شايف ان دي حاجة كويسة وشايف ان المباراة هتكون للنادي الاهلي افضل بكتير من المباريات اللي فاتت حضرتك بتتكلم على الشكل ان بيراميدز نازل فريق يهاجم بالظبط فبالتالي هتكون مباراة هجومية الاهلي
بيتألق أمام الفرق اللي بتهاجم بالزبط. مش الفرق اللي بتدافع. لا 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 مظبوط اتفق معك. يمكن احنا شفنا المباراة الأخيرة للنادي الأهلي الداخلية فرقة بتدافع بشكل كبير جدا. أنا شايف النادي الأهلي أدى في المباراة دي أداء كويس وضيع وكان في سوء حظ وتوفيق. لكن زي ما بقول لك المشكلة لو في كورة من الكور اللي جت في العارضة جت داخل الجون بتفرق في شكل الماتش بتفرق في أداء اللعيبة بتفتح المباراة اكيد. زي ما قلت لك هي دي المشكلة اللي بيقابلها النادي الأهلي ان معظم الفرق اللعيبة حتى في المؤجلات كلها فرق بتصارع فيهمه جدا ان هو ما يخسرش من النادي الأهلي ان المباراة ديت بالنسبة له لو خد منها بونت يبقى اكيد طبعا طبعا. فدي كانت عامله مشكله طبعا الفتره اللي فاتت. شايف ان اداء النادي الاهلي الفتره الاخيره في تصاعد مش شايف ان الاداء مذبذب. بالعكس انا شايف من بعد المباراه ممكن القبل الاخيره تمام. للنادي الاهلي الشكل والاداء وشخصيه النادي الاهلي وطريقه اللعب كانت مختلفة بشكل كبير جدا. طبعا دي أول مباراة للمدير الفني تمام ومهم جدا إن هو يعني دخل على محك قوي جدا وبدايته هتكون قوية جدا وهنشوف طبعا شخصيته وهنشوف طريقة اللعب بتاعته وهنشوف تفكيره أو أسلوبه هيكون عامل إزاي. لكن متهيألي برضو مش هيختلف كتير جدا عن الفترات الاخيره. هل مستر لاسارتي ممكن يخرج شويه عن المباراه الاخيره للداخليه ولا فتره التعاقدات دي هتبقى فاتحه له بعض المساحات اللي ممكن يتحكم فيها ممكن يستعين بيها بعض اللعيبه عكس مكان كابتن يوسف بيتولى المسؤوليه خلفا لمستر كارتيرون؟ بص هو اكيد الفتره اللي فاتت دي كان قاعد بيتفرج على كل الناس كان ليه تصريحات ان هو حابب يشوف كل الناس محدش هيمشي من النادي غير لما يكون هو اللي واخد فيه قرار ودي حاجة مهمة جدا. متهيألي اكيد كابتن محمد يوسف الفترة الأخيرة مديله تقرير وافي أو هيكل أو شكل للنادي الأهلي. ما اظنش ان هو زي ما قلت لك ان هو هيخرج او هيغير هيخرج بره الاطار هيغير بشكل كتير بشكل كبير جدا. ما اظنش ان هو ممكن يقدر يعمل كده الفتره ديت ممكن هيبقى التغيير في الحدود مظبوط وده طبعا في مصلحه النادي الاهلي ان طبعا الدوري مضغوط والماتشات كلها المؤجلات ديت مهمه جدا للنادي الاهلي ان هو يقدر الاهلي كابتن عنده 6 ماتشات في شهر يناير 4 في بطوله الدوري و2 افريقيه فيمكن التوقيت والضغط اللي هيكون في المباراه ديت انا شايف ان هي ان شاء الله هيكون عامل ايجابي. حته ان انت بتلعب بالماتشات ورا بعضها خاصه لما بتكسب دي بتفيدك بشكل كبير جدا بتعلي طبعا الثقه بشكل كبير جدا عند اللعيبه وعند الجهاز وبتعمل ضغط على المنافس طبعا بتاعك. فانا شايف ان شاء الله يعني بدايه المباراه بيراميدز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه. الموضوع هيختلف بشكل كبير جدا. النادي الاهلي هيقرب بشكل كبير جدا من في الجدول هتبدا اللعيبه وهيبدا الجهاز يشوف بقى قصه الترتيب بقى والتحرك داخل الجدول. متهيألي ان شاء الله باذن الله المباراه لو تم المكسب هتفرق بشكل كبير جدا في النادي الاهلي ودي حاجه مهمه جدا الفتره اللي جايه. ازاي فنان الاهلي هيتعامل مع مباراه بيراميدز؟ اتكلمنا في المباراه بشكل عام وراي حضرتك في المباراه. ايه اللي الاهلي حضرتك شايفه ممكن الشكل يبدا ازاي؟ ازاي الاهلي ممكن يستغل الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في دفاع بيراميدز؟ هل الاهلي هيتاثر بالجمهور ولا بيراميدز هو اللي هيتاثر بشكل ايجابي ان الجمهور مش هيكون موجود؟ يعني نتكلم كده في الفنيات اللي ممكن ان شاء الله تكون عامله فارق مع النادي الاهلي في المباراه يوم الجمعه.
طيب يعني انا شايف ان بالنسبه للفنيات النادي الاهلي يشتغل عليها في المباراه، طبعا رجوع علي معلول انا شايف ان هو عنصر مهم جدا. الفتره اللي فاتت يمكن النادي الاهلي افتقده كتير جدا، يمكن رجوعه المباراه اللي فاتت ادى بشكل كويس. تمام. شايف الجزء اللي تحت الفرويد وليد ازارو برغم الفرص السهله اللي بيضيعها لكن انا شايف مصدر خطوره، مصدر خطوره قويه جدا للنادي الاهلي، قويه جدا للنادي الاهلي. موضوع تضييق المساحات على لعيبه بيراميدز الضغط بشكل قوي، ده هيدي الافضليه للنادي الاهلي. عدم الاستعجال على المكسب او عدم استعجال ان انا عايز اجيب جول من بدري، ده ممكن يعني ياثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. مهم جدا التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي. طبعا احنا شفنا المباراه اللي فاتت يمكن كان في اخطاء دفاعيه، يعني ما نختلفش الاهلي عنده غيابات واصابات في خط الدفاع، دي مأثر عليه بشكل كبير. محتاجين ان احنا يعني نشتغل عليها الفتره اللي جايه بشكل قوي. المباريات القويه اللي زي كده يعني بيراميدز عنده مميزات، النادي الاهلي لازم يشتغل عليها ولازم يقفل. طيب ايه اللي يقفل ممكن الخطورات؟ بالظبط الخطوره طبعا بتاع يعني ازاي كابتن النادي الاهلي يلعب على قفل المساحات او مفاتيح اللعب او الاطراف. شايف يا كابتن ان بالتضييق المساحات وان هو يقفل على اهم مفاتيح اللعب ممكن يكون من اهم المفاتيح اللي تؤدي الى فوز النادي الاهلي بالمباراه؟ يعني زي ما قلت طبعا مهم جدا ان انت تشتغل على تضييق المساحات في مباراه زي كده، خاصه بيراميدز عندهم الخط اللي قدام كله لعيبه مهاريه. بتقدر تتعامل تحت الضغط، تقدر تعامل فرد بشكل فردي بشكل كويس قوي، تقدر عندهم حلول. طبعا كينو عنده حلول فرديه طبعاً. لازم نقفل عليه بشكل كبير بشكل كويس جدا. محتاجين ان احنا زي ما قلت لك ملخص القصه ديت تضييق المساحات، عدم قرب الخطوط كلها بعضها من بعض، ما تحاولش ان انت تفتح المساحات مع لعيب عنده حلول فرديه، ده ممكن يسبب لك مشكله. الحاجه الثانيه لازم تستغل طبعا الاطراف بتاعتنا، هم هيهاجموا هيبقى في مساحات لازم تقدر تستغلها بشكل كويس، لازم يبقى في زياده عدديه من كريم نيدفيد او علي معلول من اليمين او الشمال. انت شايف يا كابتن ان كريم نيدفيد هو انسب لاعب في الفتره الحاليه ان هو يلعب مكان احمد فتحي اللي غاب لسبب الاصابه؟ يعني هو طبعا الفتره الاخيره هو شغال في في في, في الحته ديت بشكل جيد، حاسس ان هو مستواه بيعلى كل مباراه عن مباراه، واخد الثقه طبعا من الكابتن محمد يوسف، وانا شايف ان هو ادى الفتره اللي فاتت بشكل كويس. فانا شايف ان هو اقرب واحد ان هو يكون موجود في المكان دوت. زي ما قلت لك علي معلول عليه عامل كبير جدا في الناحيه الهجوميه. علي معلول لما بيكمل بشكل مستمر في الناحيه الهجوميه بيبقى النادي الاهلي ليه خطوره، والنادي الاهلي بيبقى ليه سيطره بشكل كبير جدا. فدي من النقط المهمه جدا اللي لازم نستغلها ولازم النادي الاهلي يشتغل عليها. الجمهور هو اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الاهلي سواء موجود في الملعب ده بيزيد من اصرار اللعيبه وحماسهم 200%. لكن عدم وجود الجمهور في الفتره الاخيره النادي الاهلي اتعود ان هو بيكسب طبيعي، ودي حاجه من سمه من سمات النادي الاهلي. لكن عدم وجود جمهور في مباراه بيراميدز، هل حضرتك شايف ان ده من حسن حظ نادي بيراميدز ان الجمهور مش هيكون موجود؟ وهل ممكن ان النادي الاهلي يتاثر، ولا النادي الاهلي متعود الفتره الاخيره ان هو يكون موجود بدون جمهور؟ لكن زي ما قلت ان الجمهور لو موجود دي حاجه ايجابيه بنسبه 200%، فمين الجانب اللي ممكن يتاثر اكثر من التاني بعدم وجود الجمهور؟ يعني طبعا اكيد النادي الاهلي هيتاثر طبعا، لكن مش التاثر اللي هيبقى مبالغ فيه ان النادي الاهلي ممكن
ما يحققش نتيجه ايجابيه يعني ان شاء الله في المباراه. طب هل ده من حسن حظ نادي بيراميدز؟ ده طبعا اكيد اكيد طبعا يعني حظهم حلو. يعني جمهور النادي الاهلي طبعا بيبقى ليه تاثير كبير جدا على لعيبته وان اللعيبه كمان احنا بنبقى مرتبطين بشكل كبير جدا بالجمهور فاكيد طبعا غياب الجمهور بيبقى عامل سلبي طبعا للنادي الاهلي لكن دي حاله يعني احنا النادي الاهلي اتحط فيها من فترات طويله وان شاء الله يعني يعديها وان شاء الله باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه والدنيا تمشي ان شاء الله. طيب يعني عايز اسال حضرتك على جمهور الاهلي في الفتره الاخيره. حضرتك عارف ان الجمهور مش بيقبل غير بالمكسب. النادي الاهلي هو اللي حط جمهوره في خانه المكسب ثم المكسب ثم المكسب. اي تعادل ما بيكونش مرضي على الاطلاق. طبعا. الهزيمه حاجه مش مقبوله اصلا. فهل حضرتك شايف ان دي يعني الفتره الحاليه مع النادي الاهلي هل دي حاجه ايجابيه ايضا ولا جمهور النادي الاهلي لابد ان يتقبل ان الفتره الحاليه هي فتره تغيير اجهزه فنيه وبالتالي هيكون في بعض التذبذب في المستوى الفني هيكون موجود استقرار على المدى البعيد لكن ايه اللي حضرتك ممكن تقوله للجمهور النادي الاهلي من خلال تواجدك معايا في قناه الاهلي؟ يعني طبعا بص يعني من وجهه نظري النادي الجمهور النادي الاهلي بيتاثر اكتر بالاداء مش بالنتائج. طب لو الاهلي يا كابتن وحش وحقق مكسب الجمهور يتقبل ولا لو النادي الاهلي كان اداؤه كويس وما قدرش يحقق مكسب ايه الامر اللي ممكن الجمهور يتقبله؟ يعني انا متهيألي في 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 بطولات كتيره او في مواقف كتيره النادي الاهلي كان بيخسر لكن كان بيبقى عامل اداء هايل جدا وبيبقى مضيع جوان كتير جدا بيبقى ضاغط الفرقه بشكل كبير جدا بتطلع الجمهور بيبقى زعلان لكن ما بيبقاش بنفس طريقه الغضب بتاعه النادي الاهلي بيخسر والاداء مش كويس ما بتبقاش نفس الدرجه لكن طبعا فكره ان الجمهور يتقبل طبعا ان النادي الاهلي ممكن يكسب بدون اداء لان هو متعود ان النادي الاهلي لو كسب بدون اداء الاداء كده كده بيجي مع المكسب فدي ده بيبقى مؤشر ايجابي زي ما قلت لك لكن في الاول النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيهمه جدا اداء الفرقه ان هو عايز يطمن على الفرقه عايز يطمن على حاله الفرقه جمعيه اللعب طريقه اللعب فالحاجات ديت بتفرق بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي الحاجه اللي انا عايز اقولها لهم اكيد الفتره اللي جايه هتكون فيها زي ما انت ما قلت ممكن عقبال ما اللعيبه تقدر تاخد على اسلوب المدير الفني الجديد او طريقه اللعب او 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 ده ممكن يحصل فيه تذبذب شويه للمستوى لكن محتاجين احنا الفتره ديت طبعا مسانده الجمهور هتكون مهمه جدا الجمهور لازم يبقى على علم ان دي بتبقى حاجات طبيعيه او وارده في الكوره فدي يعني ما فيهاش مشكله الفتره هتبقى فيها مشكله الفتره الجايه ديت ان شاء الله فاتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني يتجاوز الفتره ديت وان شاء الله يحقق حاجه لجمهوره اداء ونتيجه ان شاء الله. كابتن ابو المجد مصطفى نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا عمر انا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك النهارده وموجود في نقرات النادي الاهلي. لسه مستمرين مع حضراتكم في الاهلي الليله ومن الكابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. هنروح لفاصل وبعديه نستقبل واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي والمنتخب الوطني الكابتن امير عبد الحميد. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه من الاهلي ليله مع واحد نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد. ازيك يا كابتن؟
حبيبي يا عمر عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. شرفت منورني. انا سعيد ان انا معاك النهارده وطبعا في بيتي قناه النادي الاهلي فطبعا ان شاء الله تبقى حلقه لطيفه. كابتن امير حضرتك حاليا مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، عايز اعرف من حضرتك بقى ايه الاخبار وطمنا كده على الاكاديميه والولاد، وهل ان شاء الله في خامات مبشره ان شاء الله يقدر قطاع الناشئين يستعين بيها الفتره اللي جايه؟ بص هو الحمد لله احنا الاكاديميه السنه دي كابتن خالد بيبو عامل طبعا يعني حاله جامده جدا، وخصوصا ان هو كان السنه اللي فاتت احنا اولادنا اصلا في اكاديميه النادي الاهلي سواء انا او كابتن خالد بيبو، فهو كان في سلبيات شويه السنه اللي فاتت فهو عارف السلبيات وعارف الايجابيات ايه هي، فهو السنه دي الحمد لله عامل حاله كبيره جدا وعامل شغل كويس جدا. والحمد لله احنا عندنا كذا فرع سواء بره مصر او في المحافظات، يعني عندنا فروع كتيره جدا اخرهم في السويس وقريب جدا هيبقى المانيا ان شاء الله، فهو عامل شغل كويس جدا جدا والحمد لله عنده ثقه كبيره جدا في مديرين الفروع اللي هم موجودين في النادي الاهلي، والحمد لله يمكن انا واحد منهم. كابتن خالد بيبو طبعا صاحبي وحبيبي جدا واخ بالنسبه لي، وانا مبسوط جدا جدا انا اتعاملت معاه، وانا كنت طبعا مبسوط ان انا كنت بلعب معاه في النادي الاهلي، فعاملين حاله الحمد لله كويسه. هدفنا السنه دي الحمد لله ان احنا نطلع لعيبه كويسه جدا في الاكاديميه، الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا جدا في الاكاديميه، ان شاء الله دول هيبقوا امتداد للنجوم بتوع النادي الاهلي. وانت عارف ان اللاعب يبقى من هو صغير طبعا يعني يعرف يعني ايه نادي اهلي ويعرف يعني ايه مكسب ويعرف يعني ايه دايما يبقى فاعل مش رد فعل في المباريات، ودايما بيلعب على المكسب. فيمكن احنا كان حظنا ما كانش كويس ايام ما كنا بنلعب واحنا صغيرين، ما كانش في حاجه اسمها اكاديميه، انت كنت بتيجي من الشارع او من اي نادي صغير وبتدخل في اختبارات عادي. السنه دي بتشترك عادي وبتتعلم وعندك مدربين كويسين جدا شغالين كويس ولهم اساميهم، واللعيبه الحمد لله حظها كويس ان هي بتتعلم، وان شاء الله يبقوا دول امتداد للنادي الاهلي باذن الله. طب يا كابتن الشارع، يعني هل حضرتك شايف برضه ان موضوع الشارع ان هو افضل شيء بيطلع لاعب كره قدم، ولا الاكاديميه دلوقتي بقت لا تختلف عن كره الشارع، او اللاعب لما يلعب مع اصدقائه سواء في نادي او سواء في المدرسه، هل حضرتك شايف ان الاكاديميه حاليا بقت بتقدم نفس الشيء اللي بيقدمه كره الشارع او الكره اللي في المدارس او الكره اللي في النادي؟ انا بتكلم في صناعه اللاعب نفسه. في صناعه اللاعب طبعا بص هو طبعا اللاعب في الاول في الاخر يعني يكون عنده موهبه بتوفر عليه حاجات كتيره جدا تمام، لكن لما يكون هو ما عندوش موهبه وداخل مثلا في اكاديميات بيتعلم لسه بيتعلم تمام، حتى ممكن تلاقي في ناس وزنها زايد شويه بس هو بيدفع فلوس عشان يتعلم جوه النادي، بيبقى في ناس بتوع التغذيه، بيبقوا في ناس مسؤوله عن ان هم يطلعوا اللاعب نفسه بشكل كويس، مدربين على اعلى مستوى بيخلوا اللاعب بياخد جرعات تدريبيه كبيره جدا سواء بدنيه او فنيه عشان يطلع يروح القطاع، لان ده الهدف. قطاع انت عارف القطاع بيبقى فارق كبير طبعا، عندنا الحمد لله كمان في القطاع ناس كويسه جدا طبعا، وطول عمر النادي الاهلي بيعتمد على يعني في قطاع كتير جدا، في ناس بتطلع بس في ناس بتطلع حسب المجموعه اللي موجوده في الفريق الاول. يمكن احنا كان على ايامنا ما كانش كنا قليل جدا، كان حسام عاشور بيطلع طلع فجاه، انا كنت على ايام وانا صغير كنت ليني طالع انا واحمد بلال واحمد السيد وفضل يعني ناس كتير مش عايز انسى اسماء، وابراهيم سعيد وجوده والناس دي بيطلع منهم 3 4 وبعد كده يستنى سنه واحد يطلع تاني وهكذا. فاحنا عندنا الحمد لله قطاع ناس كويسه جدا. الاكاديميه انت بتدخل بتدفع فلوس تتعلم، في ناس عندها موهبه ما بتقعدش وقت كبير بتروح القطاع بتروح حاجه اسمها بنلعب حاجه اسمها دوري او منتخبات اكاديميه، بنختار افضل ناس وبيلعبوا زي دوري ومنهم بنختار ليهم للقطاع. عكس طبعا يعني لما يكون مثلا حد، انا ما اقصدش كلمه شارع بمعنى شارع يعني اصلا، لا انا بتكلم يا كابتن كمان في ايه، انا عايز اسالك سؤال، هل الاكاديميه ريحت اولياء الامور في ان كل ولد موجود عنده ان هو يطلع طاقته بشكل ايجابي في شكل كره القدم، بدل ما كان الموضوع واحد بيحب كره القدم بس ما عندوش امكانيات ان هو يلعب، فبالتالي بقى في اكاديميه بيروح بيقدم بيدفع فلوس مقابل ان هو يتعلم ويضيع وقته في حاجه ايجابيه هتديله مردود كويس في صحته، بيتكلم عن الرياضه وهو صغير، وكمان في نفس الوقت هتفيد ولي الامر ان هو يبقى مركز في حاجتين، الدراسه وكره القدم. بص هو طبعا انت عندك حق يا عمر في الحته دي، انت عارف في احنا عندنا في الاكاديميه بنختار من سن 4 سنين تمام لحد سن 14 سنه 15 سنه، يعني كل الاعمار موجوده،
من اول 2002 لحد 2014 موجودين في الاكاديميه. فبالتالي انت عندك فرصه من الولد ده اول ما اتولد بيدخل الاكاديميه على طول. عنده 4 سنين يا دوب بيمشي، يا دوب بيتعلم ازاي يمشي بالكوره، يتعلم اساسيات الكوره، يجي السن اللي بعديه بيختلف جسمه اصلا وبيختلف يعني الفنيات بتاعته سنه عن سنه بتفرق. ف يعني بتبقى حاجه ايجابيه كبيره جدا، خصوصا ان الولد بيبقى مبسوط جدا جدا ان هو بيبقى داخل حاجه يعني النادي الاهلي طبعا، مبسوط جدا، بيبقى اهله تعبانين جدا شويه في المذاكره والمسؤوليه، فبالتالي بيبقى بيخرج الطاقه الايجابيه دي من خلال النادي الاهلي من خلال الاكاديميه. فانا شايف يعني الاكاديميه الحمد لله ليها دور كبير جدا، والموضوع مش بيزنس خالص على يعني الناس. لا طبعا الاسعار اللي حضرتك معلنه دي اسعار زهيده جدا بالنسبه ان انت تشترك بالظبط في اكاديميات سنه بالمبلغ ده، اعتقد ان هو في اكاديميات عمر يمكن انت كمان جيت النادي وشفت في اكاديميات كبيره جدا تدفع مبلغ كبير جدا شهريا مش سنويا، شهريا شهريا، لكن احنا بنتكلم على السنه سنوي، احنا السنوي اقل يمكن اقل اكاديميات. تاني حاجة الأكاديميات التانية بيبقى عندها مبلغ كبير جدا تدخل بيه، في ناس تبقى قادرة في ناس ما تبقاش قادرة إن هي تدخل. فناس تقول لك لا أنا بالسالري ده الفلوس دي إن أنا أدخل أكاديمية النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وبالفلوس دي طبعا النادي الأهلي أقوى، لأن أنا بيجي لي ناس من بره، بيجي لي يعني في ناس بتبقى في أكاديميات تانية بيقول لي إن أكاديمية النادي طبعًا الأهلي عشان اسم النادي الأهلي وعشان النظام اللي موجود والسيستم اللي موجود الحمد لله محطوط. وبعدين احنا بنحسس الولد ان هو مش حاجه اسمها اكاديميه بس، انت تبع النادي الاهلي، انت بتلبس تيشرتات النادي الاهلي، بتلبس لوجو النادي الاهلي، فانت زيك زي ومعاه نجوم سواء حضرتك او المدربين اللي موجودين او كابتن خالد بيبو. كمان زياره الكابتن خطيب الفتره الاخيره للاكاديميه اعتقد ان دي خطوه مهمه جدا، وبينت قد ايه لاولياء الامور او اللعيبه اللي موجودين ان فعلا الاكاديميه هو قطاع مهم جدا وجزء لا يتجزا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا عمر الكابتن خطيب طبعا في زيارات على طول في النادي الاهلي، كابتن اسم كابتن خالد بيبو لوحده كبير جدا الحمد لله، انا اسمي كويس موجود في رامي عادل كمان في مدينه نصر، وفي اسماء كتير جدا كان مش عايز انسى اسماء وكابتن محمد عبد الكريم، ناس كتير جدا موجوده الحمد لله اسامي كبيره. فالولد بيبقى شافك في التلفزيون وبعد كده بيجي يشوفك في الحقيقه بيبقى الولد مبسوط. تاني حاجه هو بيبقى نفسه يبقى زيك يعني ما صح، مثل اعلى مثل اعلى فطبعا انت بتبقى بالنسبه له قدوه، بالنسبه له هو شايفك يعني حاجه كبيره وشافك ان انت ليك اسم ولعبت في النادي الاهلي، طب انت لما لعبت في النادي كنت انت سنك زي وانا صغير وهكذا، بيقعد يسال نفسه. واحنا في الجيل بتاعنا الاولاد الصغيرين ما بيبقوش عارفين، ما بيبقوش متابعيننا طبعا، فبيدخلوا على النت واهاليهم بتدخلوا على النت وبيدخلوا على اليوتيوب والحاجات دي بحيث ان هم يعرفوا مين امير عبد الحميد، مين كابتن خالد بيبو وهكذا. فبتبقى حاجه كويسه جدا في الاكاديميه، انا شايف الحمد لله احنا ماشيين وماشيين بشكل كويس. تاني حاجه انت عندك الحمد لله الاعداد كبيره جدا زي ما قلت لك في البدايه، احنا عندنا اكاديميات بره في الدول العربيه وعندنا في مصر كتير جدا سواء في الصعيد او في يعني في القاهره وفي المنصوره واسكندريه، وان شاء الله قريب جدا هيبقى في المنيا. يعني الحمد لله الفروع الحمد لله بتزيد، وزي ما قلت لك احنا لنا رؤيه ان شاء الله ان بنوسع في الاكاديميات عشان نطلع ولاد كويسين وعندهم موهبه يبقوا امتداد للنجوم في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب نروح بقى من الاكاديميه للنادي الاهلي، وعايز اعرف راي حضرتك مبدئيا في تعاقد النادي الاهلي مع مستر لاسارتي والتجربه الاورجوانيه لتدريب النادي الاهلي، هي المره الاولى للنادي الاهلي بيجيب فيها مدرسه من الاورجواي. لكن في كده دايما مسلمات او في مقدمات وان شاء الله تكون فيها نتائج كويسه، رؤيه حضرتك من بدايه من وجود المدير الفني ووجوده في المباريات وتدريب حتى المستبعدين كان حريص ان هو يكون موجود، واخيرا في مباراه الاهلي والداخليه، شايف المدير الفني واختياره عامل ازاي؟ بص هو طبعا اكيد الراجل اللي اسم كبير جدا والسي في بتاعه كويس، تاني حاجه ان هو يتابع وده طبيعي ان هو بيتابع المدرسه الارجوانيه برضو جديده علينا في التدريب في تاريخ النادي الاهلي عامه، ولكن هو طبعا هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف جاي بيمسك مين في النادي يعني في القاهره وفي مصر وفي افريقيا، عارف اسم النادي الاهلي كويس. تاني حاجه هو عارف طبعا لما لعبنا في كاس العالم كنا بنلعب اورجواي اول ماتش، فتابع اكيد متابع لعيبه المنتخب اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي اللي كان من النادي الاهلي في منتخب مصر، فهو عارف اللعيبه. تاني حاجه هو واضح ان هو مركز جدا، وطبيعي ان هو لما يجي هيتابع من خلال الماتشات ويبقى قاعد في المدرج شايف ليه رؤيه معينه، شايف الناس كلها. في طبعا كابتن محمد يوسف اكيد موجود والجهاز الفني طبعا، كابتن سامي مصان والناس اللي موجوده اكيد هم برضه هينقلوا له الصوره بالنسبه للاعيبه الموجوده والناس المصابه، والحمد لله ان في الحمد لله الناس اللي كانت مصابه ابتدت ترجع، فانا شايف ان شاء الله خير باذن الله، ولسه الدوري طويل
مع الاضافه للناس اللي موجوده. وان شاء الله انا سامع ان في حاجات كويسه يعني في الطريق باذن الله هتخلص قريب ان شاء الله. فانا شايف مع الاصابات ان شاء الله يعني النادي الاهلي هيبقى طبيعي ان ليه دور طبعًا في الدوري، ولسه النفس طويل زي ما بيقولوا، وان شاء الله المنافسه حتى هتبقى للنهايه. خصوصا النادي الاهلي كان عنده ماتشات مؤجله، والحمد لله احنا ماشيين كويس جدا بغض النظر عن التعادل الاخير، ولكن الراجل عنده درايه بالناس كلها، بالناس المصابه، وكابتن يوسف طبعا والجهاز الفني اكيد بينقلوا له الصوره. فان شاء الله يبقى اضافه لينا، ويبقى ان شاء الله امتداد لمانويل جوزيه باذن الله في النادي الاهلي. يعني نطمن جمهور النادي الاهلي على المنافسه في الدوري الحالي، الاهلي قادر على الفوز بالدوري الموسم الحالي؟ اكيد طبعا. يعني احنا لو يمكن انا كنت سالت قبل كده عمر، النادي الاهلي كان ماشي وحش جدا في بطوله افريقيا الاخيره في البدايه، وصعد نهائي، صعد نهائي ولعب نهائي. فده النادي الاهلي طبيعي، يا اما بيبدا من البدايه قوي، يا اما لو حصل له تعثرات في البدايه في النهايات بيبقى النادي الاهلي ليه دور وليه كلمه. يعني انت بتتكلم يعني كفايه ان الناس كلها عارفه لما بتلعب النادي الاهلي في اسوء حالاته لحد الدقيقه 90 انت خايف من النادي الاهلي، ده طبيعي. يعني ما شفنا المباراه الاخيره مع الداخليه الاهلي بيتعادل في الوقت الضائع وكان هيسجل هدف الفوز، وقبل كده مباريات كتيره جدا. فانا بتكلم على ان انت لسه بدري ان شاء الله، بالاصابات اللي جايه الناس اللعيبه هتاخد ثقه كويسه. وعايز اقول حاجه، يعني المشكله مش في الناس اللي بتنافسك، الانديه اللي بتنافسك طبعا مع احترامنا الكامل ليهم، ناس يعني نادي الزمالك ماشي كويس جدا، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده استقرار فني واداري، شايف ان هو بادئ من اول السنه كويس جدا. عندك بيراميدز عامل حاله، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده جهاز فني على اعلى مستوى اداره، طبعا اللي موجوده الناس اللي موجودين. فانا شايف ان في حاله. طبعا انت كان عندك نادي الاسماعيلي كان من الناس اللي بتنافس، بس طبعا النهارده يعني الظروف بس فاز النهارده على نادي المقاولين، البدايه هيبتدي يجي بعد طبعًا كده طبعًا. لكن هو اكيد ان هو ينافس على الدوري هتبقى صعبه بالنسبه لنادي الاسماعيلي. تمام. فانا شايف يعني النادي الاهلي بياخد ماتشه زي ما اتعودنا على النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي عنده كمان خلي بالك الماتشين اللي هم نادي الزمالك رايح جاي وبيراميدز رايح جاي، فطبيعي النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى ليه بصمه في الماتشات دي، وده التنافس الفرق اللي هي بتقابلك او بتنافسك. فالنادي الاهلي قادر طبعا ان شاء الله باذن الله ان هو يكمل النهايه، بس المنافسه هتفضل الاسابيع الاخيره، مش هتبقى زي كل موسم النادي الاهلي بيبقى واخد الدوري قبليها بفتره. طيب هتختلف ولا تتفق مع كابتن ابو المجد؟ كابتن ابو المجد قال ان اللعيبه الخمسه الموجودين رمضان صبحي او صالح جمعه او محمد محمود او محمود وحيد او جيرالدو، هو شايف ان انسب واحد للمباراه اللي جايه هو رمضان صبحي. تختلف ولا تتفق؟ ولو تتفق نتفق ليه، ولو نختلف مين من اللعيبه اللي كابتن امير ممكن يستعين بيها في مباراه بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه من اللعيبه اللي هيتعاقد معاها؟ بص يا عمر، وطبعا ابو المجد بيتكلم في نقطه مهمه، يعني هو انا اعتقد ان قصده على رمضان صبحي ان هو مش بعيد عن النادي الاهلي، بالظبط هو جوه النادي الاهلي مظبوط، مع انه هو بعيد عن الملعب، بعيد عن في نفس الوقت في اثنين لعيبه محمد محمود ومحمود وحيد هم لسه كانوا بيلعبوا مع فرقهم في الاسابيع الماضيه. بص في حاجتين، رمضان طبعا ابن النادي ورمضان موجود في النادي وعارف اللعيبه كويس جدا، وعارف يعني عنده درايه كبيره جدا بالناس اللي موجوده، وعارف يعني ايه بتلعب في النادي الاهلي، فاكيد يعني مش هيحتاج حته الانسجام شويه. انت بتبقى خايف شويه من حته الانسجام، ولكن انت عارف النادي الاهلي اي لاعب بيدخل جوه النادي الاهلي بيدخل في الاجواء على طول، تمام، يعني ما بياخدش وقت. وفي نفس الوقت انت عندك اللعيبه اللي موجوده اللي النادي الاهلي جابها الناس تلعب في الدوري، يعني انت بتتكلم في محمد محمود ومحمود وحيد، محمود وحيد كانوا بيلعبوا في المقصة، فعارفين مين لعيبه بيراميدز ومين لعيب يعني احنا ما لعبناش مع بيراميدز، صح النادي الاهلي ما لعبش مع بيراميدز مظبوط، لكن هو ممكن يكون لعب مع بيراميدز، ممكن تجري لعب مع بيراميدز، ممكن المقصة لعب مع بيراميدز، يعني الناس عارفه الدرايه اكتر كمان من النادي الاهلي. فانا شايف ان شاء الله ان هم هيبقوا موجودين مع النادي الاهلي بسرعه، وليهم اضافه وهيبقى ليهم بصمه مع النادي الاهلي، ويعملوا اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. وجيرالدو طبعا اكيد يعني برضه لعيب كويس جدا ولعيب مميز، فانا شايف ان شاء الله يعني لو حتى اللعيبه الثلاثه جم او الاربعه دخلوا جوه السكور. طب وصالح؟ وصالح طبعا، وصالح برضه خلي بالك يعني صالح مش بعيد زي رمضان بالظبط، صالح لعيب مهم جدا جدا جدا، وصالح انا يمكن انا اتكلمت معاه كتير كلنا والله اتكلمنا معاه كتير، وكل الناس كلها اتكلمت مع صالح، فانا شايف ان صالح مركز جامد جدا وعايز يعمل حاجه للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى يعني بيقوموا مركزين، الانسجام يدخل بسرعه ان شاء الله، وده اللي هيحصل، وتبقى البدايه ان شاء الله بيراميدز ان شاء الله باذن الله. مباراه صعبه يا كابتن مفيش شك، لكن النادي الاهلي ازاي فنيا يقدر يتفوق على نادي بيراميدز؟
النادي الاهلي بيلعب اي مباراه زيها زي اي مباراه، يعني بيلعب اي ماتش زي ما قلت لك بياخد الماتش بماتشه. وثاني حاجه النادي الاهلي يعني ما عندوش فريق كبير وفريق صغير، النادي الاهلي يعني بيفكر في حاجات تانيه خالص، ان هو يكسب 3 نقاط في كل مباراه عشان ينافس على الدوري. فبيراميدز طبعا اكيد التركيز هيبقى شويه اكتر، لان انت عندك هم لعيبه كويسه جدا، عندهم لعيبه كويسه جدا، عندهم جهاز فني طبعا محترم وعنده خبرات. فانا شايف المباراه تبقى صعبه، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد 3 نقاط ونستمتع بالمباراه باذن الله. والنادي الاهلي طبعا بيتمنى له التوفيق في الماتش، ودي البدايه خلي بالك، يعني انت ماتش بيراميدز ده ان شاء الله لينا ان انت تبقى البدايه ان انت تنافس على الدوري. يعني انت لو كسبت بيراميدز هيديك دفعه قويه جدا ان شاء الله تقابل بقى نادي الزمالك، والماتشات الثانيه طبيعي ان انت يعني ما عندكش اي بنط تقع منك ابدا استحاله، فلازم تلعب على المكسب على طول. فاتمنى ان شاء الله تبقى البدايه ماتش بيراميدز. شايف الاهلي يا كابتن محتاج انه يدعم خط دفاعه، ولا الاهلي سوء الحظ والاصابات المتكرره هي السبب في ان يبان فجوه في خط الدفاع لدى النادي الاهلي؟ بص، في حاجتين، انت عندك اصابات كتير، يعني في اصابات من رامي وسعد، رامي وسعد بالظبط كده، دول هم السيدباكات اللي هي المكان بتاعهم، البوزيشن بتاعهم. انت عندك محمد هاني بيلعب باك رايت او بيلعب في نص الملعب، او ايمن اشرف نفس الموضوع. فانا شايف ان الاصابات مع ان انت لازم يبقى في تدعيم في خط الدفاع، انا شايف يعني يا كابتن صفقه ممكن نقول صفقه مساك في فتره الانتقالات الشتويه تكون حاجه مهمه. لازم يكون حد قوي، حد ليه اسمه وحد ليه خبراته. شايف ان ان شاء الله يعني مسؤولين في النادي لازم يبصوا الحته دي، مش ان الناس اللي موجوده ما بتاديش بشكل كويس. انا بتكلم عن اصابات عطلت نجيب وسعد ورامي، وعطلتنا احنا كمسؤولين في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. شايف ان يعني لازم اول حاجه نبص عليها حته، حتى لو جبنا واحد بس مع الاصابات، انت عارف الاصابات لما بترجع سعد هيكون راجع، ونجيب ورامي ان شاء الله يبقوا هم كده كده موجودين واساسيين وعنصر اساسي واعمده رئيسيه في التيم. فانا شايف ان ممكن واحد لو جه النادي الاهلي جابه، اعتقد ان يبقى ليه يعني يكون حد تقيل في الحته اللي هي الورا دي. شايف ان دي مش هقول ثغره بس، لكن هقول ان دي مقلقانه شويه. لحد ما الاصابات الناس ترجع ان شاء الله مش هيبقى في مشكله. انت عندك الحمد لله تعاقدنا مع ناس كويسه، وان شاء الله بقى لو في حد تاني في الطريق ربنا يسهل ويبقى اضافه ان شاء الله. طيب رايك في قرار مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه بدون جمهور، ايه رايك؟ بدون جمهور، بص هو طبيعي النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتحب دايما بتلعب بجمهور، لعيب رقم واحد محدش يختلف. يعني انا لما كنت بلعب وغيرنا لما كان بيلعب في النادي الاهلي تستمتع انت بالاجواء. الجمهور ليه دور كبير جدا، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور بيفضل معاك من اول ثانيه لاخر ثانيه. انت نفسك زي الفنان كده، وانا بلعب مفيش جمهور مش عارف ادي. اللعيب نفسه لما بيلاقي جمهور بيستمتع وبيلعب وبيديله حماس، زي ما انت قلت لعيب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي. فانا يعني لو جمهور النادي الاهلي موجود ده طبيعي، يبقى انا عايز اقول لك ان مش هيبقى فيه فرق. احنا بقى لنا 4 5 سنين او اكتر 7 سنين مفيش جمهور، صح؟ كان دايما قبل ال7 سنين دول كان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم والنادي الاسماعيلي الانديه الجماهيريه هم اللي كانوا في المقدمه. من 7 8 سنين و6 سنين و4 سنين و5 سنين انت طلع سموحه بينافس، طلع بتروجيت بيطلع من المربع الذهبي، النهارده الانتاج الحربي، بتلاقي دجله ساعات. يعني دول لو كان في جمهور مش هتلاقي اللعيبه مخضوضه اللي هي في الانديه دي طبعا. لكن بقى لنا فتره كبيره جدا، سواء النادي الاهلي بقى في جمهور ده حاجه مفروغ منها، ان ده هيساند وهيبقى سبورت كبير جدا للعيبه. لكن بدون جمهور النادي الاهلي مش يعني مش هيركز في دي، خد بالك النادي الاهلي مش هيركز في حته ان في جمهور او مفيش جمهور، على قد ما ان هو هيركز في 3 نقاط مهمين سواء بجمهور او من غير. طبعا لو في جمهور تبقى حاجه قويه جدا وحاجه هتبقى مسانده للعيبه كبيره جدا. ف يعني النادي الاهلي مش هيبص في حته سواء في جمهور او مفيش جمهور، هيبص ان هو 3 نقاط مهمين في المباراه. يعني 2018 كانت السنة الثانية على التوالي الأهلي بيخسر فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا. عايز أعرف رأيك في القرعة الخاصة بالنادي الأهلي، النادي الأهلي هيبدأ مبارياته الجمعة اللي بعد لقاء بيراميدز على طول مع فيتا كلوب، وبعديها هيخرج فيها الجزائر علشان يلعب ضد فريق شباب الثورة. رأي حضرتك في القرعة، وشايف مجموعة الأهلي عاملة إزاي، وإزاي الأهلي يقدر إن شاء الله إن هو يعني يرجع لمكانته الطبيعية على عرش بطولة أفريقيا؟ بص هو طبعًا أنا شايف إن القرعة متوازنة شوية.
يعني ما هياش ضعيفه قوي ما هياش قويه قوي، ولكن النادي الاهلي زي ما قلت الناس كلها بتعمل له الف حساب. احنا البدايات هي بتبقى مهمه جدا في كل حاجه. يعني النادي الاهلي بدايات كانت ما كانتش كويسه في البطوله اللي فاتت، لكن النهايات وصلنا الفاينل ما كانش فيه نصيب، يمكن تاني مره على التوالي. لكن ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي مركز جامد جدا في كل البطولات اللي موجوده هيشارك فيها النادي الاهلي ويرجع تاني ان شاء الله. انت بتتكلم في سنتين بس بعاد عن بطوله افريقيا. احنا كابتن بنخرج من النهائي وزعلانين، يعني بنخرج من النهائي حضرتك يعني طبعا انت بتتكلم على جمهور لا يتقبل الهزيمه ولا حتى التعادل. بص، جمهور ولاعيبه واداره ومسؤولين جوه النادي الاهلي ما بيقبلوش غير بالمكسب، وخصوصا دي بطوله افريقيا. يعني احنا كاس العالم الانديه اللي هو المفروض عندك انديه قويه جدا من اقوى انديه العالم تبقى موجوده في كاس العالم الانديه، احنا كنا بنبقى زعلانين على الماتش بنخسره. صح، فده طبيعي ولازم كلنا حسيناها البطوله الاخيره. بالظبط، ولو خسرت بطوله افريقيا بتبقى بالنسبه لك كارثه، وجمهور النادي الاهلي بتبقى بالنسبه له كارثه، لان النادي الاهلي دايما متعود على النهائيات، متعود ان هو ياخد بطولات. النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا والوطن العربي عامه، حتى عالميا الحمد لله النادي الاهلي معروف، بقى لنا كام سنه كنا بنلعب كاس العالم للانديه. فالنادي الاهلي كبير وان شاء الله هيفضل كبير، وانت بتتكلم في سنه سنتين طبعا حصل دروب في نهائيات افريقيا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. بداياتها هتبقى مهمه جدا جدا جدا، اللعيبه اللي موجوده لازم تتعلم من الخطا بتاع ان انت يعني ان انت النهارده خسرت بطوله افريقيا اللي فاتت، لازم يراجع نفسه ويراجع الشريط اللي هو بعد المباراه اللي احنا خسرناها الاخيره بتاعت الترجي كان حالته عامله ازاي. لازم اللعيب يفكر من دلوقتي عشان يبقى ده هدف قدامه، ان هو لا يبدا كويس جدا عشان ما يوصل للنهائي ان شاء الله نهائي افريقيا، ما يرجعش الشريط اللي هو الحاجات السلبيه اللي حصلت في ماتش الترجي الاخير في البطوله الاخيره، ويبقى عنده هدف البطوله ان انت دخلت. يعني محمد محمود والناس اللي دخلت، محمود وحيد، محمود وحيد والناس دي كلها عارفه يعني ايه نادي الاهلي. يعني انت داخل انت دايما فاعل مش رد فعل. صح، بتلعب دايما على المكسب، بتلعب دايما على 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 البطولات. فدي ان شاء الله لعيبه انا اعتقد ان هي اتعلمت الدرس، وان شاء الله نوصل نهائي افريقيا باذن الله ونعمل اكثر. نهائي افريقي الكابتن امير فاكره مع النادي الاهلي اكيد القطن. اكيد. طيب صح، كان يعني كانت بطوله كنت بتلعبوا في جروه، النادي الاهلي تفوق. كنت معانا عمر ساعتها؟ لا انا ما كنتش معاك، فكنت كنت في بلجيكا. لكن كابتن امير يعني جيل، كان جيل تقيل، كان لعيبه كلها مميزه ولعيبه مهمه، لكن يعني تقول لك كابتن الكواليس والذكريات الخاصه بالمباراه النهائيه علشان نسترجع كده ذاكره الفوز والانتصارات. بص، يمكن انا الحمد لله خدت حوالي اربع خمس بطولات افريقيه، فدي حاجه كويسه جدا. بس دي المميزه يا كابتن امير. بص، دي كل مميز بالنسبه لك في السي في بتاعي. ان انت بتاخد طبعاً طبعاً حاجه كبيره جدا طبعا لاولادك بقى وكده، وفي تاريخك وفي اسمك. لكن صفاقش ماتش الصفاقسي كان طبعاً بطوله صعبه جدا، وكان نهائي غريب ونهائي صعب. احنا ماتش الصفاقس كنا رايحين واحنا مشدودين واحنا علينا ضغط ولازم نكسب، لكن القطن كان الموضوع كان عندنا اكتر من حل، كنا ممكن نتعادل، كنا ممكن نكسب، كان القطن الكاميروني هو اللي نازل مضغوط. وكمان حضرتك لما تلعب في افريقيا غير لما تلعب في تونس. طبعا. ايه الفرق بقى كابتن ما بين اللعب في افريقيا واللعب في البلاد العربيه؟ بص، الثقافة في البلاد العربية هم بيعرفوا يلعبوك كويس جدا، عندهم ثقافة. يعني شمال افريقيا عامة بيبقى عندهم ثقافة، بيبقوا عارفين كويس قوي يتعاملوا معاك نفسي قبل المباراة. الثقافة الفكرية بتاعت الكورة غير افريقيا، افريقيا بتلعب بتعتمد على العنف دايما، لكن افريقيا يعني الترجي والشمال افريقيا والفرق دي، الفرق المغرب وفرق الجزائر، بيعرفوا يعاملوك نفسيا كويس. انت عندك افريقيا بيلعبوا على الخشونه زي ما قلت. يمكن ماتش القطن الكاميروني زي ما انت قلت في البدايه كان هو المضغوط، لان احنا كسبنا هنا 2-0، كان وائل جمعه اعتقد تقريبا فلافيو تمام، وهناك الكابتن احمد حسن جاب جول في اول الماتش، فده فرق معانا جامد طبعا، فتشدوا فلازم يجيبوا اربع اهداف. الحمد لله لعبنا ماتش كويس. البطوله دي كانت بالنسبه لي بطوله مميزه جدا، مميزه جدا، وخصوصا ان انت يعني في نص او في بدايات البطوله كان الحضري مشي، وكانش فيه غير انا احمد عادل عبد المنعم متأيدين، وانا كنت مصاب اصلا، يعني كملت بلعب وانا مصاب في البدايه. فلحد ما جالنا رمزي صالح وكملنا البطوله، فكانت بطوله صعبه جدا جدا جدا. انت عندك انيمبا غير انيمبا دلوقتي، القطن الكاميروني غير القطن الكاميروني دلوقتي، بتتكلم في 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 جيل، وبتتكلم في سنين، وبتتكلم في عقليات لعيبه، كان الموضوع مختلف تماما.
كانت بطوله صعبه. كنا دايما مستر مانويل كان يقول لك لازم تكسب هنا او البدايه لازم تبقى قويه بحيث ان انت ما تروحش متنشن. يعني كان في مواقف جامده جدا، اعتقد موقف منهم ماتش انيمبا هناك واحنا رايحين بنتمرن، كان مستر مانويل مرنا في ارض في يعني ملعب ما ينفعش يبقى ملعب، في جنينه فيها مطبات وما ينفعش. فراح قال لهم احنا هنوريكم، زي ما حصل في الصفاقسي هنا تعادلوا معنا 1-1 وبعد كده رحنا هناك مستر مانويل خطير. رحنا هناك كانوا فرحانين وقال لك احنا خلاص كسبنا، ده العامل النفسي اللي بتكلم فيه في شمال افريقيا. قال لهم لا، دخل لهم الاوضه قال لهم احنا هنكسبكم هناك. ماتش الصفاقسي ماتش الترجي يعني مستر مانويل جوزيه دخل الاوضه للعيبه الصفاقس او للجهاز او للاداره الخاصه بنادي الصفاقس قال لهم احنا هنكسبكم هناك. هنا احنا هنا تعادلنا 1-1 مع خلوهم الاوضه هنا. دخل الاوضه قال لهم لهم بيحتفلوا طبعا بيحتفلوا فرحانين، فدخل على الباب كده قال لهم بصوا هناك هكسبكم تمام. فالناس كانت بتحترمه طبعا، بيقول يعني هو طبعا يعني صعب قوي كابتن مدرب لو غير منه الجزيع يعمل الخطوه الجريئه دي. رحنا هناك كسبنا ماتش الصفاقسي، ماتش الترجي هنا تعادلنا 0-0 اللي كان سيد ابو حفيظ جاب فيه هناك تعادلنا 1-1 جاب جول من بعد نص الملعب. عارف يا كابتن مين اللعيب اللي رد له الكوره؟ كان راضي الجعايدي، واحد من نجوم منتخب تونس ونادي الترجي، اللي رد الكوره لكابتن سيد. كابتن سيد اخذها بوش رجليه من نص الملعب. فاكر ان تقريبا شادي او وائل جمعه مش فاكر اللي عمل الواحده الطويله للكابتن؟ لا دي بتاعت ابو تريكه، بتكلم على ماتش الترجي. لا ماتش الترجي بتاع سيد كابتن سيد ابو حفيظ. لا لا ده راضي الجعايدي اللي كانت كوره ملعوبه، انا مش فاكر مين اللعيب اللي فاكر. هي اتردت من راضي الجعايدي في خط الدفاع وكابتن سيد لعبها على طول بوش رجليه. يعني كانت بطوله من دي بصراحه من اصعب البطولات اللي كان فيها الترجي وسان داونز. كابتن خالد بيبو كانت البطوله بتاعته دي 3 أهداف في نهائي افريقيا و4 اهداف على نادي الزمالك، ودي كانت يعني سبب في شهر كابتن خالد بيبو بشكل كبير جدا جدا. ما انا بقول لك احنا كنا هنا تعادلنا 0-0 تمام مظبوط، وفرحوا وفرحانين في الملعب وضيعوا وقت وحاجات غريبه جدا. دخل برضه مستر نور قال لهم انا هكسبكم هناك، يعني هاخد البطوله من هناك. هو متخصص بلد عربيه. طبعا هو عارف، لا هو عارف بيتعامل نفسي كويس، عارف ان هم اذكياء جدا في التعامل النفسي، فهو اتعامل معاهم بنفس الطريقه والحمد لله. كان يعني كانت يعني هو راجل بس الحماس والعزيمه والاصرار في اجيال طلعت. هو كان ليه دور كبير جدا، قعد مع النادي الاهلي كام سنه. عاد ولايتين، الولايه الاولى اللي حصل فيها على دوري ابطال افريقيا والولايه الثانيه اللي حصل فيها على كل البطولات. بالظبط كده. فهو طبعا يعني كلنا اتعلمنا من كلنا طبعا، مدربين لعيبه عمال كل الناس اتعلمت من مستر مانويل. كان اضافه قويه جدا جدا بالنسبه لنا في تاريخ واسطوره يعتبر في التدريب في النادي الاهلي. لكن هرجع تاني لماتش القطن الكاميروني، البطوله دي كانت بالنسبه لي كانت بطوله مميزه. كان طبعا خصوصا ان كان الناس حاطه امال كبيره جدا عليا في البطوله دي. حضرتك كان ماشي وكان يعني في ضغط. مستر مانويل جوزيه راهن عليك؟ هو راهن عليا الحمد لله، هو كان بيراهن عليا وانا في موجود اصلا والحضري موجود، لان انا كنت بلعب بس مش بصفه اساسيه، كنت بلعب الكاس كله، كنت بلعب الكاس لعبته، وكنت انا الحمد لله اخذت احسن حارس في البطوله الكاس وخدنا الكاس بتاع ماتش 4-3. وكنت بلعب، كنا دايما في الفتره دي بناخد الدوري باسابيع اخيره بتبقى خلاص انت كده بيريح بقى الاساسيين مستر مانويل واحنا بنلعب. فكنت بلعب بس مش بصفه اساسيه، لكن كنت بلعب كاس، كنت بلعب ماتشات معينه. حضرتك كان مصاب ماتش او ماتشين فكنت بلعب. فهو كان مراهن عليا، كان عنده ثقه كبيره جدا فيا الحمد لله. ولما الحضري مشي كان حتى هو كان دايما بيتكلم معايا ويقول لي بص هي جات لك الفرصه، انت كده كده جول كويس موهوب، وهتبقى يعني ليك دور كبير جدا، انت عندك شخصيه من وانت صغير في النادي الاهلي. ودي مهمه ان انت تبقى ابن النادي عنده شخصيه، عارف يعني ايه مكسب، عارف يعني ايه تتحط تحت ضغوطات. فالحمد لله كان مراهن عليا، والبطوله دي كانت بطوله صعبه بس الحمد لله طبعًا. يعني كان ليا دور مع زمايلي ان احنا ناخد البطوله يعني. طيب عايز اسال حضرتك، طيب بص يا كابتن لقطات موجوده معانا من مباراه الاهلي والقطن. انت يا كابتن دخلت اخدت ايه وجريت؟ ده التيشيرتات بتاعت الشامبيون. الشامبيون يعني دي التيشيرت اللي المفروض هتلبسوها بعد المباراه اللي مكتوب عليها الابطال، فاخدت التيشيرت بتاعتك. وكان معايا تيشيرت ابيض انا ما كنتش سايبه خالص، ده بتاع الابيض ده بتاع الله يرحمه محمد ابو وهاب الله يرحمه. كنت جايب تيشيرت وانا كنت عامله فجاه، ما كانش حد عارف الموضوع ده خالص غير تقريبا عم حنفي الله يرحمه. الله يرحمه عم حنفي ياقوت الله يرحمه. بالظبط. فالتيشيرت بتاع عبد الوهاب كنت انا واخده معايا وعارف ان احنا هنكسب بطوله وهديها له، لان طبعا الجمهور كان دايما بيشجعنا ويقول لك افريقيا يا شباب وحياه عبد الوهاب. ابو وهاب طبعا في القلب بالنسبه طبعا طبعا طبعا. فاكر انا يعني كانت اجواء صعبه جدا وصعبه طبعاً.
ويعني كانت بطوله كويسه جدا يعني. طيب عايز اسال حضرتك، الاتحاد الافريقي دلوقتي بعد ما احنا بنتكلم في حوالي 10 سنين من 2008 ل 2018، الاتحاد الافريقي بيحاول ان هو يطور من البطولات الافريقيه. بطوله افريقيا كانت بتبقى في نفس الاعوام اللي بيقام فيها بطوله اوروبا كل سنتين، دلوقتي بقت تقام في الاعوام الفرديه، وفي نفس الوقت بتقام في الصيف علشان يكون كل الدوريات متوقفه. دوري الابطال والخطه اللي ماشيين فيها حاليا ان هي تبدا مع بدايه الموسم وتنتهي مع نهايه الموسم، تبدا من سبتمبر وتخلص في مايو او اول يونيو. هل حضرتك شايف ان التطوير ده في صالح لاعب كره القدم الافريقي والانديه المصريه، وان هي هتريح اللعيبه بشكل عام؟ اكيد طبعا، خصوصا انت شفت في اوروبا كل السيستم محطوط، يعني انت قبل ما تبدا دوريات اوروبا يعني الدوريات اللي في العالم كله، اسبانيا صح، ايطاليا، انجلترا، فرنسا، عارفين في بلان محطوطه، عارفين ان انت يوم كذا عندك كذا، عندك كريسماس يوم كذا، ترجع يوم كذا، عندك ماتشات وديه للمنتخبات يوم كذا. فانا شايف ان دي حاجه كويسه للاتحاد الافريقي لما يتعلم من الاتحاد الاوروبي ويعمل اسس ويعمل بلان للبطولات افريقيا. اعتقد ان دي هتريح اللعيبه، خصوصا ان انت عندك يعني النادي الاهلي والانديه اللي في مصر بتلعب في افريقيا في وقت معين، وبعد كده شويه بيبقى عندك منتخب في وقت معين، وبعد كده ممكن يبقى عندك كاس عالم انديه بعديها. فانا شايف ان الاتحاد الافريقي لما بيفكر في حاجه ايجابيه دي، اعتقد ان هي هتبقى كويسه جدا للعيب عامه، ودايما انت طالما في تطور اعتقد ان دي هتريح جامد جدا، وخصوصا ان احنا كمان معانا محمد ثابت، حد مصري وحد طبعا وحد حبيبنا جدا وشرف لينا وفخر لينا ان هو يكون موجود، فاعتقد ان برضه هيبقى ليه دور كبير جدا. فانا شايف ان الاتحاد الافريقي اكيد مع التغييرات دي ان شاء الله هيعمل سيستم وبلان كويسه للانديه المصريه يعني. طيب افريقيا فيها كابتن مواهب، اعتقد افريقيا فيها لعيبه ممكن الاهلي يستفيد منهم. تكليف الاستاذ محمد الجرحي بالملف الخاص باكاديميات النادي الاهلي في افريقيا، وحضرتك كنت واحد من اللعيبه اللي طالبوا بانشاء اكاديميات في افريقيا للاستفاده والاستعانه بمواهب ممكن الاهلي يستفيد بيها بمبالغ بسيطه جدا، بدل ما بنشتري لعيبه بمبالغ كتيره جدا ممكن نجيب لعيبه صغيره في السن ونقدر ان احنا نستفيد منها. ازاي شايف الخطوه دي؟ بص، هي خطوه كويسه جدا. يمكن احنا من فتره كبيره جدا، خد بالك، كان ارسنال كان تقريبا عنده اكاديميه في افريقيا، جي ام جي اللي دجله كان بعد كده استعان بيها، كان عنده اكاديميه في افريقيا بيستفيد منها باللعيبه. ارسنال كان مين اللي في الاكاديميه من ارسنال؟ كان ابوي تقريبا كان موجود، كان في اصلا ارسنال جه فتره، كان في فتره بتاعت ارسنال فينجر كان في لعيبه جدا من افريقيا بالظبط، وكان فاينورد اصلا كمان كان عنده اكاديميه في جنوب افريقيا، واياكس كمان عامل نادي اياكس كيب تاون. فتجربه الكره الافريقيه الاوروبيه كابتن دي اصلا موجوده من فتره كبيره جدا، موجوده خصوصا ان انت دلوقتي انت النهارده كره القدم بتبقى مفتوحه على مصراعيها زي ما طبعا عندك اللعيب الافريقي النهارده ليه قيمه غير الاول. النهارده شفنا صلاح، شفنا ساديو ماني، شفنا النجوم الافارقه اللي موجودين دول ليهم باع وليهم اسم كبير جدا بره. فانا شايف ان الاكاديميات لما تكون في افريقيا اعتقد ان هي هتبقى لها دور كبير، وخصوصا ان انت عندك الاجيال في افريقيا دلوقتي بقى في لعيبه كبيره جدا. انت النهارده بيبقى لعيب عنده 15 16 سنه بتلاقيه بيحترف في اوروبا طبعا، بس هم كابتن ما عندهمش العوائق اللي موجوده في مصر ولا التعنت اللي موجود من الانديه من الاحتراف. بص، احنا عندنا مشكله رهيبه جدا ان انت عندك اللاعب نفسه وهو صغير ما بيجيله عقد احتراف بتبقى الامور صعبه جدا، بتحسبها ماديا، بتحسبها بتقول عليه لسه صغير. لكن افريقيا انت اول ما بيتولد بيطلع كويس، امكانياته البدنيه الفنيه كويسه بيروح اوروبا على طول. ودي برضو موجوده في شمال افريقيا. انت عندك النهارده في لعيبه من تونس والمغرب والجزائر، دول من هم صغيرين بيسافروا بره، غير ان هم عندهم جنسيات اصلا. فانا شايف ان يعني في افريقيا في اجيال كويسه، والاكاديميات في افريقيا اعتقد ان هيبقى لها دور كبير جدا ان انت تخرج ناس بره. ان شاء الله النادي الاهلي يبقى ليه دور برضه فيها يعني ان شاء الله. طيب هسالك سؤال ممكن هتديني رايك فيه، مش شرط ان احنا نتكلم عليه فنيا، لكن عايز اعرف هل ممكن قرار زي القرارات اللي احنا ممكن نسمعها باعتبار اللاعب الشمال افريقي لعيب مصري، هل ده ممكن يفيد ولا يضر الكره المصريه؟ ان هو ايه تاني؟ اللاعب الشمال الافريقي، اللاعب تونس، الجزائر، المغرب، ان هو يبقى واحد من اللعيبه المحليه وما يتمش اعتباره واحد من اللعيبه الاجنبيه، هل ده حضرتك ممكن يضر الكره المصريه ولا يكون يعود ليها بالنفع بالعكس كمان؟ يعني اللاعب المصري كمان ممكن
يتم اعتباره في دول المغرب وجزائر وتونس لاعب محلي وليس لاعب اجنبي، هل ده شايف ممكن يضر ولا ينفع الكره المصريه؟ انا شايف انه ممكن يضر، يعني يضر الكره المصريه زي ما احنا عندنا ازمه في الهجوم وفي الحراس وفي الحراس. انت عندك في الحراس يعني انت النهارده لو كنت انت الحراس مرمى كانوا موجودين كان عندك مين؟ كان في غير الكابتن نادر السيد والكابتن عبد الحضري، وبعد كده بقى ما تعرفش مين اللي طالع بقى. تلاقي بقى حد صغير كان عبد الواحد طالع ولا عبد المنصف ولا انا ببقى طالع، تبقى حاجات يعني غير دلوقتي انت منع حراس مرمى فعندك ست سبع حراس مرمى موجودين. صح. فانا شايف ان دي هتبقى هتعمل مشكله كبيره جدا، لكن لو حد مثلا من سوريا فلسطين بيتعامل كأنه مصري ممكن، لان مش هتلاقي العدد كبير. لكن انت لو جبت ناس من شمال افريقيا في عدد كبير يعني موجود، فهتعمل مشكله كبيره يعني. طيب نروح من الاهلي بقى للمنتخب ونتكلم شويه على منتخب مصر ورايك في المنتخب ولايتين، ولايه مستر كوبر وولايه مستر اجري. عايز اعرف راي حضرتك في الولايتين وايه الاختلافات و مين اللي شايفه ممكن يكون يحقق الانجازات اللي مستر كوبر معرفش ان هو يرضي بيها طموحات الشعب المصري؟ لا هو مش يرضي، انت لا هو الراجل عمل يعني الراجل عمل ارقام طبعا، لكن كاس العالم احنا شفنا ان الاداء دفاعي وده ما يرضيش طموحات الشعب المصري. الشعب المصري عايز جيل الكابتن حسن شحاته او جيل الكابتن امير عبد الحميد مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، الكره الهجوميه، ماتش البرازيل، ماتش ايطاليا، الكره الهجوميه اللي احنا متعودين عليها. فعايز اعرف راي حضرتك في الولايتين وشايف مستر اجري ازاي، وهل فعلا تم اختباره اختبار حقيقي امام منتخب تونس ولا لسه البدايات جايه من بطوله الامم الافريقيه اللي جايه؟ بس كوبر يعني عمل انجاز، وصلنا كاس العالم، وصل نهائي افريقيا. لكن هو طبعا انت عارف انت الطموح بيقلم يعني، الناس عندها عايزه زياده اكتر. بالظبط. حصل دروب في كاس العالم، شايف انه نفسي اكتر باصابه صلاح. صلاح كان له دور كبير جدا. مظبوط. يعني نفسي جامد قوي لما اتعور. اعتقد ان صلاح لو كان بدا كاس العالم وكان ما كانش اتعور يعني وكمل في المعسكر بتاع كاس العالم، اعتقد ان اللعيبه كانت نفسيا هتبقى احسن من كده بكتير. الدور صلاح كان هيبقى اقوى من كده بكتير. يمكن صلاح لعب نص قوته كمان حتى مزبوط. ربع قوته وجاب جولين في كاس العالم. فانا شايف ان فتره مستر كوبر خلاص انتهت. شايف ان هو برضو عمل انجاز. مستر اجيري اكيد مع يعني اسم كبير وليه تاريخ، وهو دلوقتي طبعا بيلعب بشكل هجومي. عندك الحمد لله حاله اللعيبه كلها المحترفه حاله كويسه جدا. الناس كلها بتشارك. في مصر هنا حصل بعض الاصابات، طبيعي ان الفكر مختلف شويه في حته ان اختيارات اللعيبه. النهارده بتتكلم في الاعمار السنيه صغيره مستر اجير والكابتن هاني رمزي. طب رايك فيها يا كابتن امير بابعاد اللعيبه اللي فوق ال 30 سنه والاستعانه بلعيبه شباب، وان هو عايز يبني الكاس عالم جاي بجيل معدل الاعمار فيه كلها عشرينات؟ هو ليه حق طبعا شرعي ان هو يبني جيل كويس جدا للبطولات اللي جايه وكاس العالم اللي جاي، ولكن انا شايف ان انت لو عندك 3 4 مهمين عندهم خبرات حتى لو مش هتلعبهم لازم يبقى ليهم دور، دور القائد، دور الليدر اللي موجود، ان هم يجمع الناس، يبقى انت نفسك محمي بيهم. لازم عندك 4 5 من وليد سليمان واحمد فتحي، الناس دي لازم تبقى موجوده. شايف ان احمد ان محمود علاء لازم يروح منتخب مصر. شايف ان مين تاني؟ في ناس تانية. ناس انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن هاني رمزي لما صعد لما لعب بدايه حياته مع منتخب مصر كاس عالم 90 كان لعيب صغير في السن، لكن اللي حواليه كلهم طبعا كانوا خبرات. بنتكلم في معدل اعمار ممكن اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، لكن في الاخر منتخب مصر ادى اداء رائع جدا. وزي ما حضرتك قلت ان اللعيبه الكبيره حتى لو مش هيلعبوا على الاقل يكون ليهم تواجد، اكيد هيكون ليهم خبره. وفي نفس الوقت اللعيبه الصغيره لما تلعب وسط او تبقى موجوده وسط لعيبه نجوم ولعيبه عندها خبرات، ده هيفيدهم بشكل عام في المرحله اللي جايه. وخصوصا عمر انت عندك كمان في الدوري المصري في ناس بتقول لك ايه، انا مش هصرف فلوس كتير، هجيب لعيبه صغيره وهطلع لعيبه صغيره من الناشئين. ده على طول بيحتاس في اول الدوري. يعني بيبقى عنده فكر يقول لك مثلا ايه، انا عندي اللعيبه هجيب لعيبه صغيره مش هصرف، طلع من الناشئين. بتلاقيه بيجي بيبدا بدايه وحشه جدا، وفي الاخر بقى يروح جاي يستنى بقى انتقالات يناير ويجيب لعيبه اسماء خبرات في الدوري، فبيكون خلاص حصل الدروب. بالزبط. ما بيلحقش يرجع تاني. بص الكابتن شوقي غريب من الناس المحترمه جدا، انا اتمرنت معاهم. اول حاجه لما يجي يمسك فريق اهم حاجه عنده اللعيبه الخبرات، سواء في الملعب او بره الملعب. تمام. فهو القصه كلها ان اسماء الكبيره والخبرات اللي موجوده دي مهمه جدا جدا. سواء انت كمدير فني عايز تلاعب حد او مش هتلاعب حد بتاعتك انت. لكن لازم يبقوا موجودين.
لازم ليهم دور سواء بره الملعب او جوه الملعب. فانا شايف ان هو حقه طبعا صح. مستر اجير ان هو يطلع ناس صغيره يعمل جيل للسنوات اللي جايه، ولكن لازم يبقى معاه ناس على الاقل الفتره دي، على الاقل كرم الناس اللي موجوده، وليد سليمان، احمد فتحي، محمود علاء لازم يروح منتخب، في لعيبه كتير، مصطفى فتحي لازم يروح تاني، عندك النهارده مؤمن زكريا وشادي حلو لازم يرجع تاني وهكذا، صالح جمعه لما يلعب يبقى كويس لازم يرجع تاني، رمضان صبحي لازم يرجع تاني وهكذا. فانا شايف ان طبعا فكر كويس ان انت تبقى في ناس صغيره، ولكن لازم يبقى مطعم بناس خبرات يعني موجوده. طيب هل حضرتك شايف ان مصر لو نظمت بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه 2019 ممكن يكون ليه دور كبير في فوز منتخب مصر بالبطوله، ولا في 2019 الموضوع مش زي 2006 منتخب مصر يقدر ان هو يفوز بالبطوله ايا كان فين بتتلعب؟ بص البطوله اللي فاتت كمان انت كانت محطوطه معموله فين؟ كانت معموله في الجابون، في الجابون اعتقد في الجابون، واللي وصل النهائي منتخب مصر. فيعني طبيعي ان انت لما تلعب يعني تلعب بطوله هنا على ارضك اكيد مع الجمهور ان شاء الله اكيد ان لازم الهدف العام ان انت توصل، او الجمهور او الجهاز الفني لينا كلنا ان لازم طبيعي ان انت هتبص ان انت لازم تلعب في فاينل هنا. فانا شايف ان الجيل اللي موجود جيل كويس جدا، سواء بقى بطوله اتعملت بره او اتعملت هنا اعتقد مش هتفرق، ولكن فرصتنا تبقى كويسه جدا توصل لنهائي افريقيا هنا مع الجمهور، مع اللعيبه المحترفه اللي موجوده، اعتقد ان شاء الله يبقى تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله، وناخد البطوله باذن الله. هل اللاعب المصري بيكون اكثر وطنيه وحماسا مع منتخب بلاده اكتر من اللعيبه الافريقيه اللي بتشارك من اوروبا مع منتخب بلادها؟ وحضرتك لعبت ضد منتخبات كتيره ونجوم كتيره، لكن مردود اللاعب مع فريقه يعني بنتكلم على ميكاليلي مثلا مع تشيلسي كان مختلف عن الكاميرون، وبالتالي انا بقارن كمان صامويل اتو مع برشلونه ومع الانتر غير لما كان موجود مع الكاميرون، هل المقوله دي حقيقيه؟ وفي ناس بتتكلم على ساديو ماني مع السنغال دلوقتي في مشاكل. طيب حضرتك عارف ان النهارده تم اختيار افضل لاعب في السنغال، تم اختيار كوليبالي لاعب نابولي على ساديو ماني. ما انا بقول لك كان في مشكله، دي كانت كارثه بالنسبه للمحللين والنقاد. بالظبط، هم واضح ان الناس هناك بيقولوا ان ساديو ماني بيجي ما بيركزش زي ما بيعمل بيلعب في ليفربول والكلام ده. انا شايف ان يعني بص هي في افريقيا مختلفه شويه، المينتاليتي مختلفه يا كابتن، ما بيكونش في دوافع، ما بيكونش في حاجه ان هو يلعب ليها، ولا اللاعب المصري هو متربي على الوطنيه وعلى اسم البلد ومتربي على ان هو دايما بلده فوق اي شيء، بيجي البلد بعديها النادي، هل حضرتك الكلام ده فعلا احنا بنتربى عليه ولا مجرد شعارات احنا بنسمعها؟ لا بص هو حسب الحاله يعني حاله اللاعب، يعني احنا انا فاكر كنت صغير ايام الكابتن هاني رمزي كان يقول لك ايه لما بيجي هنا يقول لك ده خايف على رجله عشان في المانيا في كايزرسلاوترن تقريبا قالوا له خلي بالك. النهارده محمد صلاح لما اتعور جات له الضمه الناس قالت ان هو في ماتش اعتقد مش فاكر كان فين، سوازيلاند تقريبا حاجه كده كان هنا سوازيلاند، المباراه اللي اتلعبت هنا والمباراه الثانيه اللي غاب عنها في استاد السلام تمام لما جات له الضمه او كده وجاب هدف، الناس قالت ده محمد صلاح مريح عشان ما يلعبش مع المنتخب. هي حسب الحاله وحسب المود بتاع الناس عامه، لكن انا شايف ان اللعيب المصري لما بيجي الناس بتتكلم على النني، لما بيجي مش زي الارسنال لا النني من احسن الناس اللي موجوده. هل مع قرار النني ان هو يروح ليستر سيتي في شهر يناير علشان خاطر يلعب وياخد حساسيه المباريات قبل امم افريقيا اللي جايه، ولا يستنى في ارسنال؟ انا شايف ان هو يستنى شويه، هو كده كده بيلعب يعني، بس بيلعب بفترات متقطعه، بس بيلعب في ارسنال وبيلعب طب حضرتك لو مدير فني وانني عندك بيلعب في ارسنال او هو موجود في ارسنال بس مش بيلعب، هتلعبه ولا هتلعب واحد تاني بيلعب في نفس مركزه؟ سؤال صعب. بص هو الناس معاك يعني رمزي ماشي كويس جدا في نص الملعب يعني عندهم لعيبه كويسه جدا، لكن النني ليه دور كبير جدا جدا جدا، وارسن فينجر لما تعاقد معاه اكيد طبعا كان عارف ان هو عارف ليه رؤيه لكن امري يا كابتن مختلف، امري تحس ان هو عقليه مختلفه، امري بيحاول ان هو يعني يستعين ببعض اللعيبه الثانيه، وهو ممكن يكون مش عايز يستعين باللعيبه اللي ارسن فينجر كان بيعتمد عليها، ليه عقليه مختلفه شويه عن فينجر، لكن للاسف الفتره الاخيره ماشي بشكل وحش. لكن حضرتك مع بقاء النني في ارسنال على الاقل السنه دي يعني السنه دي كمان مستر عايز القوه جاي. ده من السنه اللي فاتت عايزينه يعني، وكان تقريبا دورتموند كان عايز النني برضه. فانا شايف ان النني يعني من الناس المخلصه جدا للمنتخب، طبعا الموجودة طبعا كل الناس اللي الموجودين محترفين اعتقد ان هم مخلصين لبلدنا وللوطن وللفريق والمنتخب،
لكن في افريقيا بتختلف شويه العقليه. يعني انت النهارده مين اللي خد بطوله افريقيا الاخيره اللي كان ضدنا؟ كاميرون. طبعا الكاميرون كان فيه لعيبه كتيره جدا كانت تقول لك ان احنا ما بناخدش فلوسنا، ما بناخدش الحوافز بتاعتنا، فما حدش يعني في 4 5 6 لعيبه او 10 لعيبه اعتقد ما راحوش افريقيا مع البطوله وخدوها والحظهم يعني سوء الحظ ان هم فازوا باللعيبه اللي كانت موجوده بالظبط، فدي جت على دماغهم زي ما في افريقيا. في افريقيا بعض اللعيبه يعني بعض اللعيبه بتقول لك لا انا مش هروح، انا اللي يوديني وانا ما بتعاملش كويس نفسيا وهكذا. لكن احنا في مصر الحمد لله الناس كويسه جدا، كل اللعيبه المحترف اللي انا لعبت معاهم وعارفهم، وانا حتى لما بطلت انا دول صحابي وعارفهم، فاللعيبه كلها عندها انتماء للمنتخب. وبتختلف الثقافه المصريه عن افريقيا اللعيبه اللي هي الافارقه، وده يمكن اخر حاجه شفناها زي ما حضرتك قلت ساديو ماني، الناس كلها بتتكلم عليه في السنغال، يقول لك بيجي بي 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 بيتغر على الناس ويتنك على الناس وما بيلعبش بنفس اللي بيلعب بيه في ليفربول. حتى ميسي الناس يعني لو خد هنبعد شويه عن ميسي، ميسي هناك في ارجنتين يقول لك لا هو بيلعب في برشلونه غير الارجنتين، فمقوله بتتقال وخلاص. كابتن امير شرفنا وقتنا واستمتعت بالحوار مع حضرتك. حبيبي يا عمر ربنا يخليك ومسي ليك، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده وانا خليك التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. دي كانت نهايه فقره الحواريه الثالثه في الاهلي الليله مع نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن امير عبد الحميد. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.